المفروض هنتكلم عن لاندنج بيج واهم الاجزاء اللي بنشتغل عليها في اللاندنج بيج، وازاي نوصل ان احنا نطلع لاندنج بيج محترمه وتناسب الاوبجكتيف بتاعتنا. علشان نطلع بلاندنج بيج خلينا الاول كده نتكلم عن الجزء الخاص باللاندنج بيج، علشان الناس اللي ممكن تكون مش مجمعه او مش عارفه كل الانواع بتاعت اللاندنج بيج او مش عارفه اللاندنج بيج. خلينا نقول ان اللاندنج بيج هي الصفحه اللي بيتم فيها تجميع كل الداتا بتاعه الكلاينت او بشتغل منها كونفرجن. يعني تعالى كده ناخد مثلا مثال، لما نقول لاندنج بيج ونقول يعني ايه لاندنج بيج ونشوف امثله. خليني كده، احنا دايما المفروض متعودين على حاجه كده جميله، ان احنا لما بنيجي نكون محتاجين نعرف معلومه او حاجه فدايما دايما اعتمد على جزء الايه السيرش، تمام؟ الناس اللي متابعه معانا وعارفه موضوع اللاندنج الطريقه بتاعتنا في الشغل، ف يعني هيلب يور سيلف، ولازم تعمل سيرش وتبص وتشوف انت بنفسك عشان تلاقي حتى معلومات اكتر وتلاقي ريسورسز اكتر وتشرح لنفسك وهكذا. موضوع اللاندنج بيج هو بيكون زي اللاندنج، زي صفحه ويب سايت عاديه جدا جدا جدا، لكن اللي بيكون موجود فيها او الافضل لاندنج بيج هي اللي بتأدي للبيع او بتأدي لجزء السيلينج. يعني اي صفحه هي معموله علشان نقدر من خلالها نبيع، او نقدر من خلالها نعمل اكوزيشنز، او نقدر من خلالها ان احنا نطلع عميل جديد، يبقى دي اسمها لاندنج بيج. ممكن يكون اللاندنج بيج ليها اوبجكتيفز مختلفه، زي بالظبط ان العميل يملأ الفورم، او ان العميل يعمل تشيك اوت ويبتدي يشتري البرودكت بتاعي، او مثلا زي ان هو يملأ بياناته زي كده وهكذا. طيب خلينا نقول ان اللاندنج بيج ليها انواع مختلفة، ليها أنواع مختلفة وليها طرق مختلفة. خلينا نقول اللاندنج بيج ليها أنواع مختلفة وأهداف مختلفة. طيب أهداف مختلفة وأنواع مختلفة زي إيه؟ خلينا نقول إن حسب كل بيزنس بيتبني اللاندنج بيج بتاعته. يعني اللاندنج بيج الخاصة بالريل استيت غير اللاندنج بيج الخاصة بالإي كوميرس، غير اللاندنج بيج اللي ممكن تكون خاصة ب ويدنج بلانرز مثلا، أو الناس اللي بتعمل جزء الويدنج، أو بالماركتنج ايجنسي والأمور دي كلها. فخلينا نقول إن أجزاء اللاندنج بيج أو اللاندنج بيج لها أنواع مختلفة، زي بالظبط كده إن أنا المفروض بعمل لاندنج بيج اللي بستهدف منها أو بلعب على إن أنا تجميع بيانات العملاء. طيب خلينا نقول كده، ناخدهم جزء جزء، ناخدهم نوع نوع كده، ونبتدي نشوف احنا كل الانواع دي فيهم معايير اساسيه وعواميد اساسيه بنعتمد عليها عشان لاندنج بيج دي تكون ناجحه. مبدئيا كده خلينا ناخد تريك كده بسيط وسريع. اي لاندنج بيج بتعتمد على ان انا اجمع فيها بيانات العملاء لازم تكون بتحتوي على معايير اساسيه واساسيات، زي مثلا كده البيانات الاساسيه. تمام، البيانات الاساسيه دي من الحاجات المهمه، زي بالظبط كده ايه الاسم والعنوان او الاسم والايميل والامور دي كلها. طيب خلينا نقول ان اللاندنج بيج هي بالنسبه لنا بنجمع فيها البيانات الأساسية والبيانات المخصصة للبيزنس. طيب البيانات الأساسية دي احنا كلنا عارفينها خلاص، احنا بنجمع بيانات أساسية، بنجيب الاسم بتاع العميل أو الإيميل بتاعه أو رقم التليفون بتاعه وخلاص. طيب خلينا نقول إن البيانات المخصصة للبيزنس دي هي اللي بيعتمد عليها بشكل كبير نجاح اللاندنج بيج وفشلها. دايما بنبص على المعايير الأساسية دي من الاوبجكتيف نفسها. يعني انا دلوقتي عندي اوبجكتيف او عندي هدف معين، الهدف ده لما بيتحقق يبقى اللاندنج بيج ناجحه، الهدف ده ما بيتحققش يبقى اللاندنج بيج مش ناجحه. طب خلينا كده نقول لما نيجي نبني لاندنج بيج ازاي انا كماركتنج او كديجيتال ماركتنج او ميديا باير او بتاع اس اي او اخلي اللاندنج بيج دي ناجحه بالجزء المخصص للبيزنس نفسه. يعني مثال، خلينا نقول او نعتبر ان دي لاندنج بيج، تمام، او نعتبر ان دي لاندنج بيج وباخد فيها البيانات
الخاصه بالعميل بتاعي. خلينا نقول كده ان فيها معايير اساسيه، خلينا نقول الاسم والرقم الموبايل، تمام؟ طيب والمفروض الايميل، تمام؟ خلاص البيانات الاساسيه. طب تعالى هنا بنلاقي دايما لاندنج بيجز مكتوب فيها ايه بعد البيانات دي كلها؟ رسالتك او تعليقك وهكذا. لكن هنا بقى احنا بنختلف مع الموضوع ده. خلينا هنا نقول ان احنا علشان نطلع بلاندنج بيج ناجحه واوصل للنتيجه اللي انا محتاجها، ما ينفعش اكتب للعميل كده. طب الصح ان انا اكتب له ايه، او التريك هنا اللي بنعتمد عليها عشان اجيب كواليفايد ليد او عميل هو تقيل؟ لازم اعتمد على ان العميل اكتب له سؤال يخص الاندستري بتاعته او يخص المجال بتاعه. زي مثلا ان انا اكتب له ايه، لو احنا بنلعب على اندستري زي الاساس، اندستري زي الاساس، او زي ان انا جزء الفرنيتشر، فلازم اكون قايل له سؤال يكون جوه الاندستري نفسها. يعني ايه جوه الاندستري؟ يعني مثلا ممكن اقول له ان انت عدد الحجرات، او مثلا عدد القطع اللي محتاجها، او زي مثلا ان انا اقول له اسم الحجرة اللي محتاجها. يعني ايه مثلا اسم الحجره اللي انت معناها؟ انت محتاج اوضه نوم، اوضه سفره، محتاج صالون، محتاج انتريه، قول القطع اللي انت محتاجها. هنا العميل هيبتدي يكتب البيانات اللي انت تكون متاكد ان تكون متاكد ان البيانات بتاعته، وان العميل كواليفايد. هيجي مثلا العميل يقول لك ايه، والله انا محتاج حجره نوم مثلا، خلاص، او حجره اطفال او ايا كان. خلاص انت هنا بالنسبه له، بالنسبه لللاندنج بيج هي ناجحه، خلاص بتجيب العميل اللي هو فعلا محتاج بيانات. طب انا لو عميل، انا بملى بياناتي وخلاص، انا بشتغل على ان انا بملى بياناتي وبكتب اي كلام وبكتب اي حاجه وخلاص، هتلاقي هنا لا، مش هجاوب على السؤال ده لان انا مش عارف، ما عنديش معلومه معينه. طيب تعالى مثلا نقول لو احنا في مجال العقارات، هتلاقيني بقول له ايه اسم المشروع او غير اسم المشروع. ممكن اقول له محتاج مقدم بحد ادنى كام مثلا. طب انا خلاص انا بساله ايه المقدم اللي انت محتاجه حد ادنى. طب لو العميل هنا مش عارف، او العميل هنا بالنسبه له السؤال ده غريب، او بالنسبه له السؤال ده هو مش هيجاوب عليه، في هنا انت بتوصل لنقطة إن العميل هنا هيقف مش هيبقى عارف هو محتاج مقدم كام. طيب ممكن بلاش مقدم كام، ممكن إيه المساحات اللي أنت محتاجها، عدد الحجرات مثلا اللي أنت محتاجها في الشقة، اكتب مثلا المساحة. لازم يكون في سؤال على حسب إيه الإندستري نفسها. سؤال هنقول هنا سؤال حسب المجال أو الصناعة نفسها، المجال أو الصناعة نفسها. فهنا بنقول ان انا محتاج دايما يكون عندي سؤال هو بيتناسب مع الصناعه نفسها، ودي من الحاجات او العوامل الاساسيه اللي بتنجح اي لاندنج بيج. فمن الانواع اللي احنا بنشتغل عليها، او من الحاجات اللي احنا ممكن نكون بنشتغل عليها في جزء اللاندنج بيج، ان انا بجمع البيانات بتاعه العميل، ان انا بجمع البيانات الخاصه بالعميل. زي مثلا هنا دي جزء تاني، او دي لاندنج بيج تانيه ليها خاصة باللوجن أو خاصة بتسجيل البيانات. خلينا هنا نقول زي تسجيل بيانات العميل، تمام؟ تسجيل بيانات العميل لاستخدام الموقع. أهم حاجة إن البيانات تكون سهلة، البيانات تكون سهلة. يعني أنا لما محتاج العميل يسجل في الموقع، أنا مش محتاج منه حاجة تثبت إن هو، لأن هو في الأول وفي الآخر بيبقى بالنسبة لي مش ليد، مش بيبقى بالنسبة لي عميل أنا محتاج إن هو يشتري. أنا بالنسبة لي عميل هو محتاج يبني بياناته، أو محتاج إن أنا آخد البيانات بتاعته. ومن أفضل اللاندنج بيج اللي بتتعمل اللي بيكون فيها اللوجن على حسب السوشيال ميديا بلاتفورم، أو على حسب الإيه؟ أو على حسب الجيميل بتاعه، أو على حسب الاكونت اللي هو فاتحه على الجيميل. فجزئيه اللاندنج بيج ممكن تكون بتعتمد على الايه، الاجزاء دي، وبتعتمد على اساسيات. اهم لاندنج بيج ممكن نعتمد عليها هي اللاندنج بيج الخاصه بالايه، الخاصه بالكواليفايد ليد، او ان انا بجمع فيها بيانات العملاء. طب ممكن يكون عندي نوع تاني من انواع اللاندنج بيجز
زي مثلا ان انا بعرض خدماتي او بعرض منتج معين، ان انا بعرض الخدمات او بعرض منتج معين. انا بالنسبه لي بعرض هنا الهدف من اللاندنج عرض منتج معين، تمام. انا هنا ممكن اكون بعمل لاندنج بيج عشان اعرض مجموعه من المنتجات. طب عرض المنتجات ده بيتطلب ايه؟ وضوح المنتج اول حاجه. لو انا داخل على لاندنج بيج وبالنسبه لي تعالى كده نشوف مثال، وبالنسبه لي اللاندنج بيج المنتجات فيها مش واضحه، وورك برودكت مثلا، والبيانات فيها مش واضحه، انا مش هشتري. انا بالنسبه لي هيبقى الوضع مش احسن حاجه. انا بالنسبه لي مش شايف المنتج ومش شايف تفاصيله ومش عارف المنتج ده ممكن يكون عامل ازاي او شكله عامل ازاي، او ان انا اتصفح الويب سايت اكتر واعرف عنه اكتر. فهنا بالنسبه لي لا، انا لازم المنتج يكون واضح ويكون صريح، باين البيانات بتاعته، الالوان بتاعته باينه، والسعر باين، وهكذا. فمن الافضل اللاندنج بيجز، او من افضل اللاندنج بيجز اللي احنا ممكن نعتمد عليها، ان انا اللاندنج بيج بتاعتي تكون عارضه تفاصيل المنتج، ويكون في ريليتد برودكتس، لازم يكون في ريليتد برودكت، ويكون في منتجات ريليتد ببعضها، وان انا اعتمد على المنتجات تكون اساسيه. طيب تعالى كده نشوف امتى، خلينا نقول وضوح المنتجات، امتى بقى العب على اللاندنج بيج دي، واقول ان اللاندنج بيج دي بالنسبه لي، واللاندنج بيج دي بالنسبه لي هي ليها معايير اساسيه. يعني انت دلوقتي كل اللي عليك ان انت تجيب ورقه وقلم او تكتب عندك في نوت او حاجه، لما اجي اعمل لاندنج بيج، او لما اجي ابص على لاندنج بيج، او لما اجي اقيم لاندنج بيج، ايه اللي المفروض ان انا اشتغل عليه، وايه اللي المفروض ان انا اقول ان اللاندنج بيج دي ناجحه ولا مش ناجحه. اول حاجه السي تي اي، الكول تو اكشن، تمام. الكول تو اكشن هنا بالنسبه لي مهمه جدا جدا جدا. انا محتاج العميل يعمل حاجه اساسيه، انا محتاج العميل يعمل حاجه في هدف معين، انا محتاج العميل يخش عليه. زي بالظبط كده ما احنا قلنا انا محتاج ان هو يضغط ويشتري، يبص يدوس على المنتج ويشتري. لا، انا مش محتاج ان هو يضغط على اللينك ويشتري، انا محتاج العميل يدوس على يعرف بيانات معينه، او يعمل تشغيل لزر معين، او يبص على زر معين. فدي من الحاجات المهمه. خلاص انا مش محتاج ده، انا بس محتاج العميل يعمل ايه، يبص على الديمو بتاع السوفت وير بتاعي، وياخد كده فكره عن الموضوع ويسجل بياناته. فخلاص هو العميل خد ده. انا عندي اوبجكتيف معينه ان العميل ياخد الاوفر ويبقى عارف ان انا عندي اوفر، خلاص انا حطيت له الاوفر. فايه اللي انت محتاجه كمان اوبجكتيف، وبناء على الاوبجكتيف دي تحط السي تي اي بتاعتك. انا بالنسبه لي على حسب العميل محتاج ايه، واحط الاوبجكتيف بتاعتي في سي تي اي، بتحولها كده. انا هدفي ان العميل يقرا البيانات دي، خلاص انا ببتدي اشتغل عليها والعميل يقرا البيانات بتاعتي. انا بالنسبه لي المهم ان العميل وهو بيشتغل على البيانات بتاعتي، وهو بيشتغل على البيانات بتاعتي، ان هو ياخد باله من المنتجات الجديده. خلاص انا بالنسبه لي هشتغل على ده، وبتأدد في اللاندنج بيج. فانا لما تيجي تشتغل على اللاندنج بيج لازم تكون محدد بالظبط الحاجات اللي انت محتاجها او المين اوبجكتيف، وبتشتغل على الاوبجكتيف دي لحد الاخر. فانت بتشتغل على الاوبجكتيف دي لحد الاخر. حاجه كمان، لما تيجي تشتغل على اللاندنج بيج، او لما تيجي تقيم لاندنج بيج، لازم تكون بتقيم الجزء الخاص بالليدز نفسه، تمام. وان العميل نفسه يكون هو بيحتاج طريقه كونكشنز، يعني ايه العميل هيكونكت معايا ازاي. فهنا هنقول الليد فورم، العميل لازم يكون في اتجاه معين هو بياخده عشان يكونكت معايا. يعني انا دخلت علشان اشتري من المنتج ده، طب انا محتاج اسال على حاجه، انا محتاج اسال على تفاصيل معينه، او انا محتاج ان العميل او العميل محتاج، انا محتاج دلوقتي اسال على المنتج ده، هل هو فيه ماده مثلا كاويه، او انا محتاج اسال عن جزء معين، انا هل في توصيل مثلا لشرم الشيخ، وهكذا. فاللاندنج بيج ما فيهاش حاجه بتقول لي ده، يعني ما فيش اي وسيله كونكشن ولا وسيله اتصال. طيب انا بالنسبه لي العميل هيكونكت معايا ازاي؟
او ايه الفورم اللي المفروض يملاه. ساعات بقى بنحل الموضوع ده في ايه، ان احنا نحط واتساب اكستنشن او نحط ماسنجر اكستنشن وهكذا، بحيث ان العميل يقدر يكونكت معايا ويقدر ان هو يتواصل معايا بشكل او باخر. فلازم ان العميل يكون بيقدر يتواصل معايا، فانا محتاج ان انت وانت وانت متابع معايا كده تكتب الحاجات دي علشان تقدر ان انت ايه تقول والله اه انا بالنسبه لي النقط دي هراجعها على حسب كل على حسب كل لاندنج بيج انا ببص عليها. تمام. طيب الجزء اللي بعد كده او الجزء اللي ممكن نكون برضو بنركز عليه الانتجريشن. يعني ايه انتجريشن؟ خلينا نقول كده ان انا لما اكون ببني ويب سايت لازم أنا اكون ببنيه مع بلاتفورمز اقدر اربطه بيها، اقدر اربطه بويب سايت، اقدر بويب سايت تاني، اقدر اربطه بشيت اكسل، اقدر اربطه ب بفيسبوك بيكسل بجي تي ام او جوجل تاج مانجر، الكلام ده كله اقدر اربطه بكل الكلام ده. فانا بالنسبه لي لا، انا اقدر اربطه بكل الكلام ده خلاص، اقدر اربط ما بين الويب سايت وما بين جي تي ام او جوجل تاج مانجر، اقدر اربطه ب اقدر اربطه ب جوجل اناليتكس، اقدر اربطه ب بالجزء الخاص بداتا ستوديو او التولز اللي احنا بنشتغل عليها از ميديا بايرز دي بشكل كويس. ومن الحاجات الجميله جدا ان انت تخش تعمل برين ستورمنج كده على لاندنج بيجز اللي موجوده وتشوف عامله ازاي الناس عامله عليها ازاي. اليوزر اكسبيرينس، اليوزر اكسبيرينس من الحاجات المهمه جدا 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 في اللاندنج بيج. طبعا دي اساسي، يعني خلينا نقول كده اليو اي واليو اكس، تجربه المستخدم والديزاينز والكلام ده كله، دي من الحاجات اللي لازما احنا يعني لو اللاندنج بيج مش متظبطه كيو اي خلاص انت رحت في حته تانيه، انت بالنسبه لك الموضوع مش نافع. تمام. فمن الحاجات المهمه ان انت تكون بتراعي السي تي اي، بتراعي الانتجريشن، وكمان بتراعي الديزاين. طبعا الانتجريشن كمان ممكن يكون بالسي ار ام عشان برضو ممكن يبقى اي برضو حاجه ما نفوتهاش، ان انا اقدر اربطه بسي ار ام، اقدر اربطه زي ما قلنا بجي تي ام والكلام ده كله او جوجل تاج مانجر. فمن الحاجات المهمه جدا جدا طبعا في بلاتفورمز هنتكلم عليها دلوقتي، هي تقدر تعمل لك كل الكلام ده وتبقى انت تعدي التشيك ليست دي بسهوله. يعني انت تقدر تعدي التشيك ليست دي بسهوله زي ما طبعا وورد بريس. تمام. وطبعا لما نيجي لما نيجي ساعه واحنا بنشوف اكزامبلز هقول لك ممكن تكون تعملها ازاي. طيب وانا بقيم برضو اللاندنج بيج لازم ببص على الهيد لاين. تمام. الهيد لاين، هل المفروض اللاندنج بيج دي او هل اللاندنج بيج لها هيد لاين واضح وصريح؟ هنا احنا مثلا لو دخلنا على ويب سايت او لاندنج بيج زي دي فيها هيد لاين واضح وصريح، لازم يكون في مسج معينه محطوطه بتوضح انت مين وبتعمل ايه. تمام. لازم يكون في مسج واضحه وصريحه تكون موضحه انت بتعمل ايه. خلاص انا والله كماركتنج منتور بشتغل على البروفيشنال جروث، انا بالنسبه لي بشتغل على الناس عشان ناهلها لان هي توصل كبروفيشنال بشكل كبير في الاندستري بتاعتها او في شغل الماركتنج. خلاص انت لازم يكون في هيد لاين محطوط للويب سايت، لازم يكون في هيد لاين، لازم يكون في سب هيد لاين. تمام. كمان لازم يكون في سب هيد لاين. انا بالنسبه لي خلاص وجهت لك المسج، تقدر انت بعد كده تبص على الاجزاء التانية والسب هيد لاين اللي يكمل يخلي العميل يبص. طب خلاص انت بتاهل الناس ان هم يكونوا بروفيشنال جروس، طب ها النكست ستيب ايه؟ تمام. فلازم يكون في زي ما قلنا برضو ايه سب هيد لاين. تمام. بعد السب هيد لاين خلاص انا بالنسبه لي السب هيد لاين. طيب ايه المعايير المهمه في الهيد لاين والسب هيد لاين؟ انا زي ما برضو بقى عشان الناس تبقى عارفه ده الهيد لاين والسب هيد لاين. تمام. ده الهيد لاين والسب هيد لاين. تمام. ايه المعايير المهمه؟ لازم يكون فيها الفاليو بروبوزيشن اللي انت بتقدمها، القيمه اللي انت بتقدمها، ايه الحاجات القيمه اللي انت تقدر تقدمها للعميل والعميل بالنسبه لك يكون شايفها حاجه مهمه جدا وحاجه انت بتقدمها له مش حد تاني يقدر يقدمها له او مفيش حد تاني يقدر ان هو يقدمها له. فمن الحاجات المهمة اللي لازم تلعب عليها الفاليو بروبوزيشن، القيمة اللي انت بتقدمها للعميل. خلينا نقول ان الفاليو بروبوزيشن
او القيمه اللي انت بتقدمها للعميل، ايه الحاجات الاساسيه اللي انت قادر تقدمها، الحاجات الاساسيه اللي انت قادر تقدمها للعميل، وبناء على تقديمك للحاجات دي الامور بالنسبه لك هتكون ماشيه بشكل كويس، وانت قادر تقول والله انا بالنسبه لي الفاليو بروبوزيشن خلاص، ان احنا بنقدر ان انت احنا التوب التوب اوت لاين، تمام، احنا او التوب ستور، احنا بالنسبه لنا احنا افضل منصه تقدر ان هي تخليك توصل للاوبجكتيف بتاعتك في افضل طريقه، وهكذا. الجزء اللي بعد كده لازم تكون حاطط انت البوينتس اللي انت بتلعب عليها. ما ينفعش ان انت تفتح تفتح لاندنج بيج من غير ما تحط لها النقط اللي الناس لازم تخش عليها وتقراها، من غير ما تكون متكتله او تبقى بالنسبه لك هي محطوط بالك. يعني ايه، احنا لما بنيجي نشتغل احنا عندنا يا اما بتحط بالك يا اما بتحط اجزاء في بوينتس، تمام. تعالى كده مثلا نشوف زي ايه، مثلا لما نخش مثلا على المنتجات هنا، او لو شفنا كمثال تاني صفحه منتجات، انت حاطط لو لاحظت هنا كل معلومه منفرده ومتوزعه بشكل اساسي، كل معلومه منفرده ومتوزعه بشكل اساسي. ففي حاجه بنقول عليها البوينتس اوف لاندنج بيج، اللاند او الفيرست امبريشن بوينتس، الفيرست امبريشن بوينتس اللي هو النقطه الاساسيه او النقط اللي عين العين بتاعت اليوزر بياخدها على طول، العين بتاعت اليوزر بياخدها على طول. هو خلاص هو دخل لقى ان هنا في حاجات ليها علاقه بالكريسماس، خلاص هنا في باك جراوند، في هنا المنتجات، خلاص في سبيسز كويسه ما بين كل منتج ومنتج، ما بين المنتج اللي فوق واللي تحت، ما بين الايكون اللي تحت والمنتج، ما بين الصوره وهي واضحه، لا بس هو العميل شايف بشكل كويس، الهيدلاين بالنسبه لي واضح كصفحه منتجات. فبرضه لازم اقول انا دلوقتي عندي صفحه لاندنج بيج، صفحه لاندنج بيج فيها سي تي اي مظبوطه وفيها الليد فورم، العميل يقدر يتواصل معايا واقدر اربطها باكتر من حاجه، والديزاين فيها مظبوط ومحطوط فيها هيدلاين وصب هيدلاين وموضحه كويس جدا ال بوينتس بتاعتي. فهنخلينا نقول الفيرست بوينتس او الفيرست امبريشن بوينتس، تمام، الفيرست امبريشن بوينتس من الحاجات المهمه جدا. انا كعميل دخلت خلاص، انا بالنسبه لي حصل عندي لقطه، انا دخلت هنا الاباوت خلاص، رحنا الناحيه الثانيه البروجرامز الكوميونيتيز، وبدانا خلاص الكوربريت، خلاص انت بتوزع العميل ما بين نقطه التقاء وما بين نقطه التقاء ثانيه، ما بين نقطه وما بين نقطه، ما بين نقطه وما بين نقطه، ما بين نقطه، وهكذا. فخلاص انت بدات توزع العميل بتاعك بشكل مظبوط، خلاص انت مش بيشوف الكلام في كل يعني كل حته في حته تانية، لا خالص انت خلاص موزع نقط اللي المفروض العميل بيلعب عليها او العميل بيشتغل عليها، تمام. طيب الجزء اللي بعد كده اللي لازم ابص عليه لو انا بشتغل على الويب سايت، طبيعي طبيعي ابص على الكونتنت. الكونتنت يا جماعه هو من افضل الحاجات اللي بتقيم عليها، او من اكتر الحاجات اللي بتقيم عليها جوجل حاليا، واليوزر اكسبيرينس الويب سايت بتاعك، وبيرانك من خلاله. يعني الويب سايت بتاعك لو هو مش رانك، مش متظبط بشكل كويس في لو هو مش متظبط بشكل كويس في الكونتنت في اليوزر اكسبيرينس، انت بالنسبه لك عندك مشكله كبيره وصعب جدا ان انت تعمل رانك او انت تظهر في السيرف او اللي هي صفحه جوجل اللي هي الصفحه الرئيسيه بتاعت جوجل، تمام. فان انت بتظهر في الصفحه الرئيسيه دي بتبقى من الحاجات الصعبه لو انت كيوزر اكسبيرينس مش احسن حاجه، ولو انت كمان الكونتنت بتاعك مش متوزع صح ومش احسن حاجه. فاللاندنج بيج بالنسبه لنا هي كونتنت، لان انت اللاندنج بيج غير الويب سايت، الويب سايت ممكن يكون 200 صفحه 300 صفحه 400 صفحه، خلاص انت محدد هو ويب سايت كامل. انما اللاندنج بيج انت عندك 2 بيجز 3 بيجز، خلاص هم صفحتين ثلاثة انت بتروح وبتيجي منهم، العميل ما عندوش اي حاجة تانية. فمع السلاسة دي لازم يكون الكونتنت واضح، انت مش هتقدر تكتب حاجات كتير، انت بس بتوضح التفاصيل الاساسية. اللاندنج بيج لازم تكون تفاصيلها تكون سهلة ومرتبة وواضحة، انت خلاص عندك معلومات، عندك عدد او اجزاء بسيطة جدا جدا اللي تقدر تكتب فيها كونتنت، ولازم تكون سبيسيفيك،
واضح وصريح وجاي دايركت وموضح كل المعلومات وتتقري تتفهم، كل ده في سمول كونتنت، يعني في كونتنت صغير جدا. فحته الكونتنت دي مهمه جدا جدا جدا، وان اللاندنج بيج طبعا تكون فيها كونتنت بسيط وواضح وبيدايركت على طول، فدي المفروض ان انت يعني طريقه يعني تراعيها بشكل كويس جدا جدا جدا. حاجه كمان التراستد او الايكونز اللي بتديك ثقه مع العميل، لازم أن يكون الويب سايت هو تراستد بشكل كبير. يعني ايه تراستد؟ يعني انا ما ينفعش، خلينا هنا نقول التراستد، ما ينفعش ان انا ادخل على ويب سايت تمام الاقي ان الويب سايت بالنسبه لي هو مش سكيور، مش جايب لي العلامه الاف اللي موجوده عندي فوق في الويب سايت، مش بيلود بسرعه، في حاجه غلط في الويب سايت مش واضحه، بالنسبه لي الويب سايت في مشكله ما بيعملش لودنج، دخلت على الويب سايت لقيته بيدينا على صفحات غريبه، بيطلع لي ايكون ايرورز، يعني مثلا دخلت على الصفحه هنا لقيت ان في ايرور طالع، لقيت ان في كلام مش مكتوب، خلاص انا بالنسبه لي الويب سايت غريب غريب بالنسبه لي، فانا اوريدي خلاص انا هكره اللاندنج بيج، او انا اصلا مش هخش اللاندنج بيج، وبالنسبه لي الموضوع هيكون في مشكله. حاجه كمان لازم نراعي جدا جدا ان اللاندنج بيج تكون على حسب الاندستري، زي ما احنا كنا لسه بنقول شويه، متظبطه على حسب الاندستري. يعني لو انا مثلا فورمال، او لو انا بلعب في بيج مثلا وبلعب مثلا في ثانية واحدة كده، لو انا بلعب في بيج، هي البيج دي بالنسبة لي مش هي المفروض بيزنس، فهيبقى فيها مشكلة. انا لو انا بلعب في بيزنس او صفحة بيزنس وهي مش واخده الاتيتيود او واخده الشكل الخاص بصفحه بزنس، انا لا، الموضوع بالنسبه لي هيكون فيه مشكله. تعالى انا عايز اجيب لكم مثال، يعني مثلا لو هنا دخلنا على هي صفحه عاديه جدا خلاص مديه الاتيتيود بتاعت الليرنينج، لو دخلت على صفحه هي مديه بصفحه بزنس فلا، لازم تكون لايت خفيفه، لازم لو انا دخلت على صفحه خاصه بالمنتجات او الاكل فانا بالنسبه لي لا، انا شايفها صفحه اكل، اول ما دخلت لقيت نوع من الاكل لقيت، فلازم الصفحه نفسها تديني الفكر بتاع التراست. انا بالنسبه لي اول ما دخلت الويب سايت ارتحت، بالنسبه لي انا شفت الويب سايت مظبوط وما فيهوش اي مشاكل، وبالنسبه لي الويب سايت هو انا بقيت واثق بالايه الويب سايت. بعد كده الصور يا جماعه، البيكتشرز نفسها، الصور اللي موجوده جوه الويب سايت هي اللي بتحيي الويب سايت، يعني الصور اللي موجوده لو جوه الويب سايت هي مش مظبوطه فانا هيبقى عندي مشكله وهيبقى عندي ايشوز كبيره جدا جدا جوه الويب سايت. الصور لازم تكون هي اوريجينال، او هي انت يا اما مشتريها ومتاكد ان محدش تاني مشتريها او مش موجوده في حتة تانية، يا اما تكون انت مصورها للمنتج، يا اما تكون انت باين عامل ديزاينز خاصه بيك للويب سايت. من الحاجات المهمه جدا موضوع الصور، ان انا ادخل الاقي عندك صور انا ما لقيتهاش في حته تانية. الصور اللي عندك انت الويب سايت بتاعك يونيك، انا مش هنساه، انا دخلت شفت الويب سايت وشفت الديتيلز بتاعته، فانا بالنسبه لي لا، الويب سايت هو مبني بشكل كويس واقدر احكم عليه. بعد كده السوشيال ميديا بتاعتك لازم تكون موجوده جوه الويب سايت، لان بعض الناس لما بتخش الويب سايت ومتلاقيش السوشيال ميديا بتحب دايما تبص على السوشيال ميديا، وكمان لازم يكون في بيوليسي او برايفسي ويب بيج جوه اللاندنج بيج او تحت اللاندنج بيج، عشان العميل يكون متاكد لو هو بيشتري برودكت او بيشتري حاجه يبقى بالنسبه له الامور تمام. وكذلك على فكره لو احنا في صفحه منتجات لازم يكون في
ايفالويشن او ريفيوز، لازم يكون في ريفيوز عن المنتج، لازم يكون في ريفيوز عن المنتج، وان المنتج بالنسبه لي هو تراست والناس واثقه فيه، فخلاص انا الناس اشترت من المنتج ده، فانا بالنسبه لي اقدر ان انا اراعيه وان انا ابتدي اشتغل عليه بشكل كبير. وكمان المفروض ما يكون في مابنج لل لازم يكون في مابنج لللاندنج بيج، يعني لما انزل المابنج ده انا انزل تحت خالص الاقي فيه خريطه لللاندنج بيج عشان اقدر اوصل للي انا عايزه بسرعه، واقدر ان انا اعمل اللي انا عايزه بسرعه. دي الحاجات اللي انا ببص عليها والحاجات اللي انا بذكرها بشكل كبير ان انا لازم اعتمد عليها وانا براجع على الويب سايت، لازم اعتمد عليها وانا براجع على الويب سايت، واتاكد ان الويب سايت بالنسبه لي انا واثق فيه بشكل كبير، ومتاكد ان الويب سايت بالنسبه لي هو حاجه ملم فيها كل المعايير دي عشان اقدر ان انا احقق نجاح في الويب سايت ده، واقدر ان انا اوصل للي انا عايزه في ايه الويب سايت. فانا كنت محتاج منك ان انت مع التوضيح ده ان انت تكون انت لامس الكلام ده، انت بالنسبه لك لا انا بالنسبه لي لامس الكلام ده وشايفه، علشان علشان تبقى انت اول ما تيجي تفتح، يعني لو انت عندك ويب سايت افتح كده الويب سايت بتاعك وافضل اعمل ايه، عدي كده على الكلام ده، انا بالنسبه لي الكونتنت مظبوط ولا لا، الفيرست امبريشن بوينت بتاعتي مظبوطه ولا لا، انا حاطط هيدلاين وسب هيدلاين ولا لا، طب انا الفاليو بروبوزيشن واضحه في الويب سايت، طب هي مش لو مش واضحه اوضحها ازاي، هل في كونكشن بيني دايركت وبين العميل سواء هو بقى واتساب ايميل دايركت، بس طبعا لو ايميل انت العميل هيضطر يروح على الويب سايت وينزل ياخد الايميل ويروح يكتب في ايميل تاني او يدوس عليه كلينك ويروح الناحيه التانيه، فانت الافضل يكون في كليك دايركت واتساب زي كده مثلا، او يكون في كليك دايركت كول فالعميل ايه يروح على الكول على طول، او العميل يقدر ان هو يتواصل معاك دايركت خلاص بكليك واحده يقدر العميل ان هو يتواصل معاك. تمام، طيب دي احنا كده قلنا الفكره الخاصه باللاندنج بيج، واهم عشان اقدر اطلع كواليفايد ليد من اللاندنج بيج لازم احط له يونيك او حاجه فريده كده او حاجه مميزه على حسب كل اندستري، واراجع الويب سايت بتاعي او اراجع سوري اللاندنج بيج بتاعتي، واتاكد ان اللاندنج بيج بتاعتي اساسي اساسي يكون فيها سي تي اي ويكون فيها ليد فورم عشان العميل يكونكت معايا، ويكون فيها انتجريت مع سي ار ام او تاج مانجر او جوجل اناليتكس والبيكسلز والكلام ده، لازم كمان يكون مراعي فيها اليو اي واليو اكس والهيدلاين والسب هيدلاين، ايه الفاليو بروبوزيشن وان انا اكون واضح وصريح فيها، والفيرست امبريشن بوينتس عشان العميل يقدر يتنقل بنظرات عينه بشكل سلس، وده طبعا مع مراعاه الكونتنت وان الويب سايت يبقى تراستد، الصور اللي فيها تكون اوريجينال وبتاعتك، السوشيال ميديا بتاعتك تحطها، والبرايفسي والبوليسي او لو هو صفحه منتجات يكون فيها ريفيوز، وتختم الموضوع بمابنج. طيب انا دلوقتي عايز اعمل ويب سايت، سوري عايز اعمل لاندنج بيج، عايز اعمل لاندنج بيج، ايه الحاجات اللي ايه التولز اللي ممكن تساعدني عشان اعمل لاندنج بيج؟ في عندنا تولز مختلفه، وزي ما قلت لك او زي ما احنا متعودين اعمل سيرش، يعني انا عايز اعمل لاندنج بيج سواء هي بيد او فري، ادخل على جوجل عادي واكتب كرييت لاندنج بيج هتلاقيها كتير. طيب من افضل الحاجات اللي انا جربتها لو انا محتاج اقوله مع أقول يعني اقوله لكم على التواتي، هم الميل شيب لاندنج بيج بتاعتهم واستخدامهم للايميلز من الحاجات الكويسه جدا 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 وسلسه وفري كمان. تمام، وكمان هوب سبوت عندهم تقدر ان انت تبني السيستم بتاعك، او تقدر ان انت تبني كمان اللاندنج بيج بتاعتك بشكل سلس، وكمان عندك التيب فورم هم برضو من الناس الجميله جدا واللي عندهم اوبشنز بصراحه كويسه جدا. الثلاثه ويب سايتس من الثلاثه ويب سايتس اللي انت تقدر تبني عليهم، انا بفضل شخصيا ميل شيب من الحاجات اللي انا بحبها جدا واللي بعتمد عليه في الايميل ماركتنج، بعتمد عليه في اللاندنج بيج والبالك ميلز، فهو من الحاجات الكويسه جدا جدا جدا. طب تعالى كده نشوف لو انا مثلا هدخل الميل شيب ممكن ابني ازاي، او انا اشتغل على الميل شيب
ازاي انا هو تقريبا محتاج بريفاي او حاجه، تمام بريفاي كونتري، خلينا نقول ايجيبت، لسه بقول انا بحبك ما تضايقنيش. فالمفروض ان هو هيديني مسج، وبناء على المسج دي هيبقى لي هيفتح ونبتدي نتست كده ونشوف المفروض هيديني او هيديني ايه. ثانية واحدة، طيب على ما بيفتح انا برضو ممكن اعتمد على هوب سبوت من الحاجات او من اللاندنج بيجز الكويسه، يبتدي يديني لينك ويب سايت انا ممكن اعتمد عليه، وبناء على ده بقول له والله انا محتاج اعمل مثلا ماركتنج مينتور، تمام، واقول له كرييت ايه اللاندنج بيج، ولما يعمل كرييت لي اللاندنج بيج المفروض يشتغل. خلينا هنا نقول 1 4 4 7 7 4، تمام اوكي. فهنا بيديني تمبلتس مختلفه وبيديني اجزاء مختلفه انا ممكن اعتمد عليها. فانا ممكن اعتمد على بيزكس، ممكن اعتمد على لاندنج بيج سبميت فور، ممكن اعتمد على اجزاء مختلفه. لاندنج بيج ليها علاقه بان العميل زي الليد جنريشن وهكذا، وتبتدي ان انت تختار اللاندنج بيج المناسبه ليك او فيها كلندر وهكذا. فخلينا نقول ان انا محتاج ابني مثلا التمبلت دي وابتدي ان انا اديت عليها زي ما انا عايز. في الاخر على فكره ممكن اخد اللاندنج بيج وابنيها واعتمد عليها، واعمل مثلا انا بريفيو فيشوفني، اشوف اللاندنج بيج بالديتيلز بتاعتها، اشوفها على الموبايل هتبقى عامله ازاي، وتقدر ان انت تاديت وتعمل عليها كستمايزيشن زي ما انت عايز. هنيجي هنا انت محتاج تعمل ايه؟ هتعمل اديت، والله انا مثلا محتاج هنا اكتب ماركتينج مثلا مينتور، تمام، ومثلا هنيجي عند البيج دي مثلا كده ونقول والله اديني الهيدلاين، هنيجي هنا ونقول له والله خد الهيدلاين ده مثلا، خلاص بدأ ايه طبعا هنشيل دي كده، تمام خلاص. ممكن بقى ايه تيجي هنا وتروح عامل اديت على الصورة وتعمل ريبليس لصورة تانية زي ما انت عايز على حسب الصورة اللي انت ما عايزها، وتعمل اديت عليها. طبعا انت بتبقى انت مجهز الصور اللي انت هتعتمد عليها او الصور اللي انت محتاجها. ممكن مثلا لو هحط صورة زي كده، تمام، وبعد ما الصورة تحمل طبعا انا بحاول اوريك يعني امثله بحيث ان انت تقدر ان انت ايه تشوف الموضوع ممكن يكون عامل ازاي. زي كده خلينا نقول هنا مثلا، تمام، هنا طبعا هنحط اللوجو يعني بولد دي، هنا انت هتحط اللوجو بتاع البيج، وهتيجي هنا وتحط ايه السلكت لو هي مثلا فور، كرييت نيو فور كرييت، وبتعمل فور علشان لو العميل هيملى بياناته يملى ايميله. والله لو انت محتاج ان انت تحضر الميثود ده، تمام، انت ممكن تملى بياناتك هنا وتحط البيانات بتاعتك وتعمل سبميت عادي جدا. وكمان ممكن هتربط الفورم دي بايميل، او هتربطه بلينك معين على حسب لو انت محتاج تربطه بجوجل شيت، او لو انت في دايركت لينك هتحمل عليه هتحمل عليه البيانات بتاعتك. وطبعا هتيجي هنا نفس القصه، تقدر ان انت تعمل اديت على الصوره وتعمل على الكلام زي ما انت عايز، وتاديت بقى وتحط السوشيال ميديا بتاعتك والكلام ده كله. تعالى ممكن نعمل حاجه كويسه، نراجع السي تي اي احنا حطيناها، وكمان الليد فورم هنا هنحتاج ان احنا نحط الليد فورم بتاعتنا، خلاص العميل يقدر يكونكت معايا، وكمان يو اي يو اكس مظبوط، هيدلاين وسب هيدلاين محطوطين، وكمان الكونتاكت اس موجوده، وويب سايت هيكون طبعا تراستد، وطبعا ده من ويب سايت هو تراستد، الصوره بتاعتنا واحنا اللي عاملينها، السوشيال ميديا بلاتفورم موجوده هنقدر ان احنا نحطها تحت زي ما احنا عايزين براحتنا،
تمام، وكمان نقدر ان احنا نعمل اديت زي ما احنا عايزين، ونعدل على كل الاجزاء اللي احنا محتاجين نعدل عليها. وطبعا نفس الكلام لما هنيجي هنا عند ميلشيب، ميلشيب برضو نفس الكلام. انت لما تيجي تعمل كرييت، المفروض انت فيها عندها اوتوميشن، وفي المفروض ايميل، وفي لاندنج بيج. خلينا نشوف هنا، احنا عملنا لاندنج بيج قبل كده هنا ولا لا؟ ولو في لاندنج بيج نوريها لك، مش عارف تقريبا مفيش. ماشي، وهنعمل لاندنج بيج. والله احنا محتاجين نعمل بيلد، هتسمي اللاندنج بيج بتاعتك، والله هنقول خلينا نقول مثلا ميتب 113، وابتدي يا باشا ابني. وبعد ما تبني هيديك لينك خاص ميل شيب، بعد كده ميل شيب ماركتنج منتور، وتبتدي ان انت تلعب عليه زي ما انت عايز. خلينا نقول والله احنا محتاجين نعمل ايه، والله احنا محتاجين الناس تسجل علشان تملى بياناتها، او تملى طبعا هنا في برودكتس لو انت عايز، هنا ليد جنريشن، هنا لو انت بتعمل بروموشن لبرودكت جديد، هنا لو انت ستورز او حاجه ممكن تبنيه زي ما انت عايز. خلينا مثلا نقول والله احنا هنعمل ليد جنريشن للكامبين دي، ويكمل على هذا الاساس. يا جماعه ميل شاب من التولز اللي ما ينفعش انت ما تستخدمهاش، يعني لو انت بتستخدم فيسبوك وما بتستخدمش ميل شاب، انت كده عندك في حاجه غلط. من التولز الجميله جدا جدا جدا، تمام. تقدر طبعا زي ما احنا زي ما انت عارف، تقدر تأديت على الصوره وتحط الصوره اللي انت عايزها. اختار مثلا، ماشي اوكي شكرا، هات الصوره دي ويحط الصوره. طبعا انت هتعمل ريسايز بقى لايه للكلام ده، وتعمل اديت زي ما انت عايز. وكمان على فكره ممكن تأديت في الالوان، يعني انت ممكن هتيجي هنا وتجيب اللون اللي هو الخاص بالكود بتاع اللون، يعني الكود بتاع اللون ده انا مش متذكره، بس انت مثلا لو ايه لعبت على ان انت تحاول تجيب اللون الخاص بايه طبعا لو معاك الكود هنحط الالوان على طول، يعني انت لو معاك كود اللون خلاص انت لحمت الصوره في الديزاين، فبالنسبه لك الامور بقت واضحه. بعد كده هتيجي هنا تحط اللوجو بتاعك. ما لا انا مش محتاج احط اللوجو، خلاص شكرا شيل اللوجو، محتاج احط الكونتنت هنا ابتدي احطه. كمان انا ممكن اديت على فكره في الباتن، ممكن اديت في اي حاجه، ممكن اضيف على فكره في الفورم اللي انا عايزه. انا محتاج رقم موبايل، محتاج بيرثداي، محتاج اعمل فورم زي ما انا عايز. على فكره الفورم ماكسيمم معاك 5 اسئله ماكسيمم، ما ينفعش تعدي على كده. 1 2 3 خلاص الدنيا تمام بالنسبه لك، يعني 4 5 دي يبقى انت خلاص مزنوق في السؤالين دول لازم تسالهم. فدي من الحاجات يعني اللي تخلي بالك منها. وطبعا بتأديت بقى على الفورم، بتأديت على السايز بتاعي الديفولت او 100%، او زي ما انت عايز بقى تبتدي انت تأديت بتوع الكستمايزيشن، وايه تأديت زي ما انت عايز. هنا محتاج تغير الكلام ده، تبتدي تغيره وتعدل على زي ما انت عايز، زي ما انت عايز بتعمل، وكل ده من غير اي حاجه فور فري. كمان برضو هنا دي من يعني انا بستخدم دي في الفورم من زمان جدا، وبرضو في الحاجات من الحاجات الكويسه، يعني الحاجات اللي ليها بيحصل فيها اوتوميشن جامد جدا. يعني تلاقي كده وانت شغال تحس انت مبسوط بالحركات اللي بتحصل. يعني بص، في اكشنز بتحصل كده وانت شغال، فدي من الحاجات الكويسه، او من الحاجات اللي انت تحس ان انت لا كويس ماشي اوكي. واقول لك والله احط الكومباني نيم مثلا، نحط على فكره الناس برضو اللي ما عندهاش دوت كوم مثلا، لما معاك بدكش ويب سايت 1 2 3 وهتلاقي نفسك خلاص بنيت الويب سايت. طبعا تمام. وعلى فكره ممكن تعمل سكيب، يعني ممكن اللي انت بتعمله ده تعمل سكيب عادي يعني، تمام. وهي بعد كده تحط ايه، ممكن انت كمان تكريت الفورم بالاي اي لو انت عايز. وانا بصراحه اول ما بشوف كلمه اي اي دي بدوس عليها يعني تلقائيا كده. فليد جنريشن فورم، تمام انا محتاج ليد جنريشن فورم كونتينيو، وتحط بقى ايه الاسئله بتاعتك والتيبس بتاعتك، وتحط ايه كل الحاجات اللي انت محتاجها، وخلاص مبروك عليك اللاندنج بيج بتاعتك واللاند بيج بتاعتك بقت جاهزه وزي الفل كده، وانت ظبطت الدنيا خلاص. انت بالنسبه لك ظبطت الدنيا، والامور بالنسبه لك بقت ايه، بقت تمام، وبقت امور كويسه. كمان هوب سبوت فيها سي ار ام يا جماعه، كويس جدا جدا. فانت ممكن
تربط اللاندنج بيج بالسي ار ام بتاع هوب سبوت نفسها. يعني هم هنا عندهم سي ار ام اصلا كويس جدا ممكن تربط بيه. الموضوع يعني متشعب وكويس وحلو. هنا الويب سايت ده مميز فيه زي ما قلت لك، الاوتوميشن اللي فيه كويسه جدا، تحس ان انت في حاجه في حركات بتحصل كده وانت شغال وهكذا. تمام. لا شكرا، محتاج نعمل ابجريد. فاهم، دي من التولز بصراحه والحاجات الكويسه جدا جدا جدا، واللي هتفرق معاك وانت شغال، وهتفرق معاك وانت بتبني الويب سايت بتاعك، وانت بتبني البيانات بتاعتك، وانت بتعدل. ممكن على فكره قبل ما، يعني الناس اللي بتبقى عايزه تعمل ويب سايت، ممكن بدل ما تعمل، قبل ما تعمل ويب سايت، اعمل لاندنج بيج واعمل عليها تيست. يعني قبل ما تبني ويب سايت، اعمل لاندنج بيج، وفي اللاندنج بيج اعمل تيست بقى، هل الويب سايت مناسب بالنسبه لي؟ هل هو بالنسبه لي تمام؟ طب انا بالنسبه لي مبسوط؟ طب انا استفدت بيه ولا ما استفدتش بيه؟ بدل ما اروح اصرف فلوس في الجزء الخاص بالويب سايت، وبالنسبه لي الدنيا لا مش الطف حاجه وهكذا. على فكره برضو زي ما هوب سبوت بيربط وبيطلع معاك انتجريشن، كمان ميلشيب بيربط بجوجل تاج مانجر. يعني لو انت فتحت جوجل تاج مانجر هتلاقيه بيربط معاك، فانت اوريدي من خلال جوجل تاج مانجر تقدر تربط اي حاجه، تربط اي حاجه باي حاجه. يعني تقدر تربط ميلشيب دايركت، تقدر تربطه بكل حاجه. فبرضه ميلشيب من الحاجات الجامده جدا جدا جدا، وفي اوبشنز بقى كتير. يعني بعد الكلام ده كله في اوبشنز كتير، وممكن تطلع منه انسايتس وتطلع منه ريبورتس والامور دي كلها. فانت عندك النو هاو بتاعت الموضوع بشكل كامل، عندك التولز اللي تقدر تستخدمها، عندك الحاجات اللي تقدر تستخدمها. على فكره ممكن كمان بقى عشان نكمل الموضوع بشكل كامل، ممكن تعتمد على كانفا بقى في حاجات بقى ليها علاقه بان انت تعمل ديزاين. يعني انت ممكن تعمل ديزاين اصلا على كانفا، وتاخد الديزاين من على كانفا، تروح رايح هنا وتبني الكونتنت بتاعك زي الفل جدا. انت مش محتاج حاجه تاني، هي كل حاجه موجوده وكل حاجه فري، كل حاجه تقدر تشتغل عليها وكل حاجه تقدر تعملها، بس اللي يمد ايده بقى ويجرب، يعني يحتفلوا بينا. تمام، يمد ايده ويجرب ويطلع يطلع بقى ايه النتيجه اللي هو محتاجها. تمام، فانت ممكن تبني اللي انت محتاجه، ادي ويب سايت، تقدر تعمل بقى ديزاين زي ما انت عايز وتبني اللي انت محتاجه. كل حاجه موجوده، بس انت ابتدي اشتغل، مد ايدك وفحط كده في الشغل، والدنيا هتكون بالنسبه لك تمام. ف دي تقريبا قصه اللاندنج بيج. حاول زي ما قلنا تعتمد على الاجزاء اللي احنا قلنا عليها دي، هتفرق معاك جدا، وان شاء الله هتظبط معاك. يعني خلينا نبتدي بقى ايه، يعني نشوف لو حد عنده سؤال او كومنتس او اي حاجه ليها علاقه بالجزء ده، يبقى اتس اوكي نبتدي ناخده. ولو حد لو ما حدش عنده حاجه او ما عندوش حاجه بالجزء ده، ممكن نفتح بقى بقيه الاسئله في اي حاجه تانية. اتس اوكي، ما فيش اي مشكله. فتشيك معايا ان ال تشيك معايا او اكدوا معايا ان المايك مفتوح لو حد عنده سؤال. تمام كده، الصوت مسموع. ممكن أسأل حاجة معلش؟ طبعا احنا اصلا فاتحين المايك عشان تسألش. تسلم. هو أنا كنت عايزة أعرف لو مثلا جربت في لاندنج بيج زي دول كذا منتج، مثلا حوالي 5 6 منتجات، هي هتستحمل حاجة زي كده؟ عادي، بيج تستحمل تستحمل. ممكن في اللاندنج بيج الواحد احط اكتر من منتج، ممكن في كذا لاندنج بيج اعمل كذا لاندنج. يعني في ميل شيب لا، انا اقدر اعمل اكتر من لاندنج بيج براحتي زي ما انا عايز، اقدر اشتغل زي ما انا عايز، ما عنديش اي مشكله. وممكن اعمل بقى حاجه تانيه ساعات، يعني بالروتيشن، يعمل ايه يعني مثلا ممكن نعمل على هوب سبوت واحده، ممكن نعمل مثلا على هنا واحده، ممكن نعمل هنا واحده. بس في ميل شيب لا، انت تقدري تعملي اللي انت عايزاه عادي جدا، يعني تعملي زي ما انت عايزه العدد اللي انت محتاجه تعمليه في اللاندنج بيجز. لا عادي براحتك تعملي اي حاجه.
لا هو انا بقصد ان مثلا انا عندي لاندنج بيج واحده، هينفع احط فيها كذا منتج واغير منه واحطهم كمان باللينكس بتاعتهم، يعني احطهم باللينكس بتاعتهم، وابتدي كمان اشتغل على ان انا تعالي كده مثلا، ممكن انا فتحت لك حاجه قديمه تقريبا هنا، ممكن كنا احنا عاملينها ايه قبل كده. ممكن نعمل ايه، بص هنا مثلا في اللاندنج بيج اللي على اليمين دي، خلينا نعمل بريفيو كده، في اكتر من حاجه، وتقدري ان انت تختاري. يعني مثلا هنفترض ان دي اللاندنج بيج، اوكي، فهنا عندي ده منتج وده منتج تاني، فعادي اقدر اروح على المنتج ده وادوس عليه كليك، واقدر اروح على المنتج ده وادوس عليه كليك عادي جدا. طيب المنتج ده بحط له اللينك بتاعه اللي هو ايه؟ اللينك ده على اللينك ايه بقى مثلا؟ الشراء مثلا، او لينك التواصل، او اللينك ان هو يشوف المنتج من حته تانيه، يعني اقدر احط له لينكس، ممكن ما احطش لينكس اصلا عادي، يعني انا بديكي بس مثال، تمام؟ فانا لا، ممكن اعتمد على ان انا ما احطش لينكس خالص، يعني ممكن اكون بعرض اكتر من منتج، وهو يروح على صفحه شراء، يروح على ان هو يتواصل معايا، يروح على ان هو يشتري من على الويب سايت، على لينكد ان، ايا كان بقى، يعني على احط حسب. ديتيلز بس، مش لازم احط لينك، وفي الاخر مثلا احط عادي. لينك بص، الويب هو او كده كده، الفورم او اي حاجة. بالظبط كده كده. الموضوع هو في اللاندنج بيج، او في ميل شيب، او التولز دي، بيبقى كوستمايزيشن، يعني انا اقدر اعمل كوستمايزيشن زي ما انا عايز على الجزء اللي انا محتاجه، انا اقدر اعدل، احط اثنين، احط ثلاثه، ما احطش خالص، يعني ايا كان بقى اللي انا عايز اعمله، انا ممكن اعمله عادي جدا. تمام، فهمت، شكرا. نعم. طب هو انا ممكن اسال، لو انا مثلا محتاجه اعمل ليد ماجنت صفحه عليها ايا كان مثلا المحتوى بتاعي، انا بقدم خدمه واكون ربطها مثلا بلينك، مثلا عايزه احجز كونسنتريشن، يعني عايزه الناس تحجز معايا مثلا استشارات او كده، ممكن. فتحدد الكالندري يتحدد، ولو عايزه مثلا اضيف دفع، ازاي اقدر اعمل الحاجات دي مثلا خلال ميل شيب؟ بص، هو انا بقى ممكن اعمل ايه في الاجزاء اللي زي دي، ابتدي اشغل دماغي في الحتت دي، واعتمد على ان انا ايديت زي ما انا عايز، بالتولز المختلفه، يعني ما اعتمدش ان انا لازم ميل شيب يعمل لي كل حاجه خالص. انا ممكن جوه الديزاين اروح حاطط اللينك، وبناء على اللينك ده مثلا اروح حاطط اللينك بتاع باي بال مثلا، فالناس تدفع لي عن طريق باي بال. ممكن اروح حاطط اللينك بتاع بيمو، ممكن اروح حاطط اللينك بتاع فودافون كاش، والناس تتحول على معاك وتدفع، تمام. ولو انا معايا بيمنت، لو انا ابجريد، او انا دافع في التول نفسها، هقدر ان انا احط اللينك بيمنت جيت واي بتاعتي، وابتدي ان الناس انتجريشن معايا، واعمل. وعلى فكره ممكن اعمل ده من خلال انتجريشن، يعني باخد الاي بي اي، الكود بتاع الاي بي اي بتاع منصه الدفع، زي مثلا باي بال، اروح على باي بال، واروح جايب الكود بتاع الاكونت بتاعي، واروح حاطه واعمل له انتجريشن عن طريق المنصه نفسها، فيبقى الناس بتدفع دايركت عادي. زي مثلا تعالي نروح هنا، ومثلا ننزل انا عندي سترايب مثلا، انا عندي بوابه دفع سترايب، فيها اي بي اي، تمام، ممكن تمام. اربطها مع ميل شيب، ممكن تتربط عادي جدا، تتربط على ميل شيب عادي جدا. بس النسخه المدفوعه صح؟ لا لا، والنسخه الفري برضو ممكن تتربط عادي، حلو جدا. تمام. يعني واربط مثلا معاه، واربط معاه كالندر مثلا، كل تتربط، حاجه، تتربط تمام. تتربط، وهتلاقيها فيديوز كتير على اليوتيوب على فكره بتعمل ده عادي، تمام. زي بص مثلا هنا اللاندنج بيج، هو يقدر يدخل يسجل بياناته عادي جدا، تمام. وبعد ما يسجل بياناته ورقم تليفونه مثلا، يبتدي ايه، يدفع عن طريق ايه، باي بال، تمام. خلاص، تمام، هو يبتدي بقى يدفع عن طريق باي بال براحته بقى، وهي نفس القصه. ده مربوط بايه؟ مربوط بالاي بي اي. على هنا، على الميل، على ميل شيب، يقدر يربط عادي جدا، مفيش اي مشكله، تقدر تحط البيمنت جيت واي بتاعتك وكل حاجه. ممكن تمام تعملي جدا. كمان لو انت محتاجه حاجات دفع، مثلا يحصل دفع ان الناس، او تحجز مثلا مواعيد او حاجه، او سيرفيس او اي حاجه، لا تقدري برضه انت تعملي ده، والناس تحجز عادي جدا، وكل حاجه موجوده. هو بس يعني في حاجات كتير على فكره، بس احنا مش نقدر نجمعها كلها. يعني ايه، خلاص بقى، انت خدت الخيط، افتح بقى المنصه ودوس بقى. يعني ممكن بص هنا مثلا احجز عن طريق كول فون، تمام. ممكن احجز بيرسونال، ممكن احجز زي ما انا عايز بقى، يعني تمام، وابني الايه، الديتيلز بتاعتي، واكمل عادي.
تمام. مساء الخير. مساء النور. معلش، كنت عايز أسأل سؤال. هو أنا ببيع منتجات، تمام، تمام. لعب أطفال وكده، فبالنسبة لي كنت أبتدي على إيزي أوردر أو وي كان، كنت أعمل لاندنج بيج وأشتغل عليه، عادي تمام. جدا، ممكن تبتدي عليهم فعلا. هو هي دي نفس الفكرة اللي حضرتك كنت بتشرحها بالظبط يعني؟ هي يعني نفس برضو ممكن أصمم على أي ويب سايت من دول واربطهم بأي منصة زي دي، ولا بصمم اللاندنج بيج على المنصات نفسها؟ لا، انت ما دام كده كده بدأت على يو كان، خلاص كمل زي بالظبط كده وورد بريس. يعني احنا بحاول اخد التولز اللي بتخلي، يعني مثلا عشان نبني على يو كان او وورد بريس او كده، في ناس مش قادره توصل للقصه دي، وان هي تبقى ليها بيمنت وتدفع او الكلام ده كله، فلا عادي. انت طبعا ما دام انت عندك يو كان او وورد بريس، اتس اوكي، خلاص انت ممكن ما تحتاجش بقى التولز دي كلها وتشتغل يو كان او وورد بريس زي ما انت بقى اشتغلت عادي. يعني انت رحت للنكست ستيب، فاهم قصدي؟ فاهم قصدي حضرتك. يعني انا دلوقتي مثلا على ايزي اوردر، تمام، وهم عاملين تمبلت جاهزه لللاندنج بيج تقدر تعدل عليهم حلو جدا، بتشارج خلاص ما بتشارج معينه او تصمم. عادي، خلاص انت بقى يعني ما تشتتش نفسك، خلاص انا ما دام عندي المنصه لما مالي القصص دي كلها، انا ليه اروح بقى كذا كذا حته تانيه؟ لا خلاص، يعني انا ممكن اعتمد بقى على المنصه دي وابتدي اشتغل عليها. يعني ليه اروح بقى ما دام انا على يو كان او وورد بريس؟ يعني مثلا احنا شرحنا حاجات هنا تبع مثلا ماركتنج منتور، يعني ماركتنج منتور هنا وورد بريس، تمام. فخلاص انا ما دام شغال وورد بريس ممكن ما اروحش بقى هنا. بس لما جينا بقى عملنا تيست على اكتر من مره، على زي المثال اللي انا كنت لسه فاتحه من شويه، عملنا تيست اكتر من مره على ميل شيب، عملنا تيست قبل كده فورم على عملنا تيست فورم على التايب فورم، عملنا على برضو هنا، عملنا على اودو، عملنا على سي ار ام معمول كستمايزيشن كده وهكذا، فاهم؟ فما دام انت تمام عديت الستيب دي وعديت مرحله التيست، اوكي خلاص بقى مش محتاج انت بقى بقيه الديتيلز التانيه دي، ولا محتاج ان انت بقى تعمل اي حاجه تانيه. تمام، فهمت قصدي حضرتك. انا يعني انا مكمل على منصه منهم ان شاء الله، بس انا كان عندي مشكله في يعني انا دلوقتي حضرتك كنت بتقول احط كذا منتج. هو بالنسبه لي انا مش عايز اشتت العميل، احط منتج واحد اللي انا عايزه يخش يشتريه. يعني هو بص هقول لك حاجه، هو الموضوع مش معيار ثابت. يعني هي كانت بتسال ان هي لو عندي حطيت كذا منتج بالنسبه لها، تمام. تمام. طب انا لو حطيت منتج واحد، تمام. برضه ده تمام. هي بيبقى كاستمايزيشن على حسب انا محتاج اعمل ايه والاوبجكتيف بتاعتي رايحه فين. يعني احنا لما هنا جينا قلنا ان السي تي اي، انا الاوبجكتيف بتاعتي ايه وبشتغل عليها السي تي اي. انا الاوبجكتيف بتاعتي ان انا عايز احط ايتم واحده عشان الكلاينت يخش دايركتلي عليا وياخد السيرفيس او البرودكت، خلاص اتس اوكي، واي نوت، يعني كمل خلاص. انت كده مش يعني مش واحد اللي يحط المنتجين ده غلط او اللي يحط المنتج ده غلط، كله مبني على التيست. يعني انت اعمل تيست على منتج نجح والدنيا تمام، اتس اوكي كمل، ما توقفش. حطيت تو برودكتس والعميل في ناس دخلت هنا وناس دخلت هنا، اوكي هتعمل تيست وتحط ده بطريقه وده بطريقه، اتس اوكي تمام. يعني هو المفروض ان انت بتعمل اديت 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 لحد ما توصل للبيست براكتس، احسن حاجه ممكن ان انت تعملها. يعني تمام، شكرا لحضرتك، أولك. شكرا. أوكي، في أي أسئلة تانية؟ ايوه لو سمحت عندي سؤال. اتفضل. هو انا بشتغل دايما الفترة دي على ميل شامب ايميل ماركتينج، بس انا مش عارفة هل في اوبشن ان انا اربط الايميل بلاندنج بيج او حاجة زي كده، الميل، ولا ده مش متاح؟ لا انا ممكن اربط الميل بلاندنج بيج عادي جدا. يعني ممكن الميل نفسه تقصدي على ال يعني على ال CTA بتاعت الميل مثلا اخليها تدخل على لاندنج بيج يكون فيه تفاصيل اكتر كده، هل ده متاح ولا؟ طبعا متاح من خلال الكليك عادي جدا، دي سهله جدا. انا من خلال الكليك ببتدي، او من خلال الكليك هو ده اصلا المين اوبجكتيف بتاعتي. يعني المين اوبجكتيف ان انا احط له كليك، ومن خلال الكليك يبتدي ان هو يدوس ويبتدي يروح على اللاندنج بيج او يروح على اللي انا محتاجه. بس انا بالنسبه لي عندي راي تاني، الافضل ان كله يكون في وان بيج، يعني بدل ما العميل يروح من صفحه لصفحه وانا اصلا في الاصل ببني لاندنج بيج، اتس اوكي خلاص خليه بقى ايه يروح على منصه واحده ويكمل على نفس المنصه وخلاص، هو انا دخلته هنا فاكمل على هذا الاساس. يعني احنا بنعتبر اصلا الميل كامبين هي اللاندنج بيج نفسها،
لما بنيجي نبني الكامبين خلاص هو يعمل ريجستريشن ويعمل كل حاجه هنا، الا اذا انا بقى كنت كاتب ارتكل او حاجه معينه فانا محتاج لا ديتيلز اكتر، مش تنفع في الميل، لازم يروح هناك يقراها او بحوله على يوتيوب تشانل او هكذا. فخلاص هو انا انا كنت في السيتي اي بتاعتي كنت بحوله على الموقع نفسه، على الجزء بتاع كونتاكت اس مثلا ان هو يتواصل معانا. تمام. طب حلو، طب انا ليه ما اخليش الكونتاكت معايا من خلال اللاندنج بيج؟ انا ايه اللي يخليني اوديه هناك؟ انا الموقع بتاعي لسه مش افضل حاجة اصلا، فعايزة اعمل لاندنج بيج يكون فيها تفاصيل الحاجة اللي انا بعت الميل عشانها، وهو بقى يعني يتواصل معايا من خلال برضو عادي، لاندنج ممكن بيج. اعمل اللاندنج بيج برضو على ميل شيب. انا بعمل بقى كل حاجة لوحدها وبعدين اربطهم ببعض، ولا بيبقى الاتنين في ستيب واحدة ولا ايه بالظبط؟ لا دي بتعملي اللاندنج بيج وتحطي اللينك بتاعها جوه الميل، تمام جدا، فهمت. او ان احنا ساعات بنعمل حاجه تانيه ان احنا بنخلي الميل نفسه هو لاندنج بيج. يعني وانا ببني الميل ابنيه على اساس انه لاندنج بيج، فلما يوصل له الميل ويفتحه هو لاقيه زي بس كده. كده مش هيبقى طويل مثلا او حاجة. ما على حسب بقى العميل، يعني على حسب انا بتارجت ايه، اندستري ايه، العميل اللي هيبقى انترست ولا انا لا. بي تو بي يعني شغالة بي تو بي حاليا. بي تو بي مشتريات ولا بي تو بي ايه؟ لا يعني مش عارفة، هو انا يعني احنا شغالين مثلا سيستم اي ار بي سيستمز وحاجات زي كده. اوكي اي ار، لا اي ار بي سيستم ده يبقى انا محتاج ان انا اوديه على لاندنج بيج محترمه، لان انا اصلا بتاع اي ار بي، فان انا اكربس ايوه الدنيا في الميل والدنيا تبقى مش بايظه، سوري الدنيا تبقى بايظه، يبقى انا كده. انت بتعمل ايه؟ انت جاي تبيع لي حاجه انت مش موفرها لنفسك اصلا؟ تمام جدا، تمام اوكي شكرا. العفو. نور تقريبا كنت عايز تقول حاجه. هو انا كنت محتاجة اعرف لو هضيف كيو ار كود، هل يبقى يعني اول ما يفتح كيو ار كود يوديه على حاجة معينة، ولا يبقى اكتر من حاجة؟ لان احنا هقول السبب، احنا بننزل الابليكيشن بتاعنا، ف كان في نقاشات ما بين ان احنا نخلي كيو ار كود على الجوجل بلاي بتاع الابليكيشن، ولا انه يبقى على السوشيال ميديا ويبقى هو عنده حرية ان هو يفتح كل حاجة مع بعض. ايه الافضل؟ يعني ان انا احط الكيو ار كود على السوشيال ميديا ويفتح ويفتح من الكيو ار كود من السوشيال ميديا على اللاندنج بيج، ولا يروح على المنتج ده على السيرفيس دايركت، ولا ايه؟ لا انا مش يعني مشكلتي في او انا مش عارفه احدد لو كان الكيو ار كود فيه اكتر من حاجه، ولا هي تبقى بس حاجه واحده، لا هو الكيو ار كود بيودي على حاجه واحده بس. انا مش ممكن ان اعمل حاجه الكود بقى، بيخش. ممكن اعمل كيو ار كود يوديه على صفحة فيها كذا لينك وهو يدوس على أي لينك، زي مثلا لينكر مثلا، في ويب سايت اسمه لينكر، هو بيتحط فيه أكتر من لينك، وبناء على ده العميل يروح على حسب اللينك اللي هو، يعني على ما أتذكر اسمه لينكر. لو كده ممكن يعني هشوفه هو اسمه إيه، أتذكر اسمه إيه وأقول لك وأبعت لك اللينك بتاعه. بس هو اسمه لينك تري، لينك لينك تري، لينك تري. لينك تري صح. ممكن في احط له اللينك بقى واحط له اللينكس بتاعتي كلها، وبناء على اللينكس دي خلاص انا اوديه على هناك، احط اليوزر نيم بتاعي واكمل، وبناء على ان هو يعمل سكان يختار بقى هو محتاج يروح على السوشيال ميديا على حسب. تمام. اوكي تمام. فانا ممكن اعمل كده عادي جدا، بس بشرط ان انا ما ودوش على حاجه تانيه، عشان كده الفانل هتبقى طويله قوي. عملت سكان، دي السوشيال ميديا بتاعتنا، او انا محتاج فيسبوك خلاص جوين تو فيسبوك، خلاص على طول انا فيسبوك بقى او ايا كان. انما ما ينفعش احط له ستيب بعدها، الا بقى لو انا العميل بتاعي مثلا، لو مثال عميل سعودي او السوق السعودي، فانا بالنسبه لي مش محتاج احط له فيسبوك ومحتاج، لا خلاص انا ممكن احوله دايركت على انستجرام او احوله دايركت على سناب شات. خلاص انا محتاج بقتصر الامور دي كلها، او الويب سايت او الواتساب، وبقتصر الامور دي على حاجه واحده بس. او عميل مصري مثلا، انا او عميل بي تو بي، انا محتاج اعمل يعني سكان ويسجل بياناته في فورم وخلاص تمام، فاهمه؟ فعلى حسب انا في اني برضو ستيج. لو انا في الستيج بتاعت التيست بحط اللينكس كلها عادي. لو انا في ستيج ان انا بعمل اويرنس فمحتاج الناس تخش على اكتر من بلاتفورم فبعمل ده. لو انا لا خلاص انا حاطط عميل يعني اون تراك على طول، فاتس اوكي خلاص بحطه في التراك وهو خلاص، على حسب بقى ايه انا محتاج اوديه فين بالظبط يعني. اوكي شكرا. العفو. ايه تاني؟ حد تاني عنده سؤال؟ مساء الخير.
لسه هقول ازاي يوسف ما سألتش. لا ما تخافش، انا قاعده بس للاخر عشان سؤالي خارج الميديا باير. اوكي تمام. ال جوجل ماي بيزنس، هو الصح ان انا اشتغل عليه كـ SEO وان انا اعمل الكول تو اكشن كول، صح كده ولا انا فكرتي غلط؟ الاشهر انا ان انا احط عليه كول عشان العميل بيبقى ستاند باي ان هو ياخد اكشن فيعمل معايا كول على طول، بس لو انا مش جاهز لموضوع الكول بحط الويب سايت، وان السي تي اي بتاعته تبقى ويب سايت دايركت. في نفس الوقت برضه الويب سايت بيكون مهم جدا عشان يعلي، او ان انا احط السي تي اي بتاعتي الويب سايت عشان يعلي معايا الترافيك بتاع الويب سايت نفسه، فالويب سايت يظهر في البيج الاولانيه بسبب ان هو محطوط في البيزنس اكاونت. طبعا لو انا الاسم بتاعي يونيك او الاسم بتاعي سهل ومعروف فبقدر اعمل ده يعني. هما شغالين بالوضع ده بقالهم فترة، بس أنا عايزة أغير السياسة دي إن أنا أحط ليه؟ الكول تو أكشن كول، كده مثلا. لأن العميل بالنسبة له الكول هو المهم. ف خلاص انا محتاج على حسب بقى العميل محتاج ايه بالظبط، وببتدي احط له بقى ايه خلاص الداتا دايركت على طول، هو بقى يبتدي يخش وهكذا يعني. أوكي، يعني أنا لو مشيت بالستيب دي صح؟ اه صح مش غلط. بص اقول لك على حاجه، في بعض الحاجات مش دايما صح ومش دايما غلط، بتبقى يعني ديبيندز الكيس نفسها والبيزنس والتارجت اودينس بيحب ايه. يعني مثلا لو احنا في اندستري خاصه مثلا بحجز المستشفيات مثلا او حجز عيادات ودكاتره وكده، لا بص دايركت انا كول شغاله ايمرجنسي على موقع سباكه. سباكه. اه لا سباكه يبقى كولز، انا مش هدخل الويب سايت عشان احجز سباك، كولز على طول. ما هو ده اللي انا بقوله، بس هما ما اعرفش دماغهم ايه، لان هما بيبعتوها على الويب سايت. طب هو انا ما انا واحد على الويب سايت، طب انا كده اصلا بحط العميل في ستيب تانية يعني، ويب سايت وبعد الويب سايت هينقي الخدمه مثلا حوض ولا حمام ولا ايه ولا ايه يعني. عايز اعرف هي كل الخدمات اوريدي انا بعرضها على جوجل ماي بيزنس، ايه كل الخدمات اللي هم اللي هم مترجتينها انا اوكي معروضة، يعني انا واخداها كاريا وكسيرفيس. يبقى ازاي ان انا هبعتها على الويب سايت؟ طب ما انا اخد طيب كل هقول لك على حاجه، احنا ممكن نحط الويب سايت ونحط الكول برضو، نحط الاثنين في السي تي اي، مع ان انا ما بحبش كده يعني. السي تي اي هي واحده دايركت، انا مودي العميل على حته دايركت الا لو انا بعمل تيست طبعا. فلا انا بودي العميل دايركت على الكول، فخلاص حط الكول والويب سايت وخلينا نشوف، وقيس الكونفرجن هنا وقيس الكونفرجن هنا، خلي الرقم اللي محطوط على البيزنس اكاونت هو مش موجود في حته غير على البيزنس اكاونت بس، بحيث ان الكولز اللي تيجي عليه هي دايركت جايه من البيزنس، جايه من البيزنس بروفايل. واكيد هما بيسألوا انت جبت الرقم بتاعنا من فين؟ مين بيسأل مين؟ هو صاحب الشركة نفسه اللي هو الرقم، حاطط رقمه شخصيا، فهو اللي بيسأل انت جاي من فين. لان احنا بص شغالين على الموقع كـ SEO وجوجل اد وفيسبوك اد و ماشي بلوكال خلاص اوكي. اسال العميل، بس العميل بقى هو مش هيبقى فاهم هو جايبه من البيزنس بروفايل ولا جايبه من الويب سايت يعني. يعني دايما بعمل حته كده حساب يعني، سوري جهل العميل يعني. انا مالي بالقصص دي، انا عايز سباك. فبصي اقول لك على حاجه، اعتمد التيست يعني، اعملي تيست وشوفي ايه اللي هيتم على حسب كل نتيجه واشتغلي على ده. طيب هما لهم فترة بيبعتوا على الويب سايت اتست انا الكول. اه واحسب اوكي تمام، الكونفرجن بيفور وافتر، واحسب الكونفرجن هنا وهنا وشوفي الامور ماشيه ازاي، واعملي سيت اب لهوت جار على الويب سايت وجوجل انالتكس، وشوفي وراقبي العميل وشوفي ايه اللي بيتم تاني معلش. يعني راقبي العميل وشوفي ايه اللي بيتم معاه، يعني ايه اللي بيتم مع العميل، وهل العميل داخل على الويب سايت وبياخد السيركل بتاعته بشكل كامل، ولا الامور بالنسبه له ماشيه ازاي؟ فاهمه؟ ولا اقول تاني؟ طيب دي يعني من اناليتكس. من جوجل اناليتكس ومن هوت جار. وين هوت شوت؟ اوكي تمام.
طيب هما عندهم اللغة الإسبانية لغة تانية، الايه؟ ترجمتها معايا إسباني، يعني ايه مش فاهم؟ يعني اللغة الأولى إنجليش والتانية إسباني، اه بس اسباني. اوكي أترجتها معايا في الكولز ولا إيه، ولا أشتغل على لغة واحدة وهم أوكي كده كده، يعني أكيد ما دمت لغة تانية زي إحنا عندنا العربي والإنجليش، فأكيد اللي بيتكلم إنجليش فاهم العربي. مش شرط على فكرة، ومش دايما، بس انا اي ثينك ان يعني من رأيي ان انت تشتغليها يعني لوحدها، تشتغليها بصراحة احنا بنتكلم كده كاي سي او، صح؟ في الميديا في رسائل بتجيني اسباني مع الانجليش واسباني، بس هو الاعلان اصلا انجليش. بس هو الاعلان اصلا انجليش؟ لا، لو الاعلان انجليش يبقى يدخلني انجليش. لا، في ناس بتدخل بتسأل اسباني. طب هو طب هو لو داخل يسأل، او هو اصلا اسباني، طب ما هو ممكن كده يبقى هو هو فاهم كده يعني. يعني انا عايز اعرف السيركل ماشيه ازاي مع التارجت اودينس، بس عشان انا ابقى فاهم يعني السيركل ماشيه ازاي مع التارجت اودينس. بس انا عملت شغاله ازاي؟ اي سي او انجلش، وبعد كده العميل اسباني فبيخش، صح؟ هما بص، هو اللغة عندهم لغة تانية زي عندنا الإنجليش، لغة تانية. تمام. أوكي، اوكي. تمام. يعني في حد بيقرأ عربي، بس ممكن أبعت رسالة إنجليش، ممكن أدخل أكتب حاجة أي حاجة، أو أدخل في السيرش وكده أبحث بإنجليش. هما عندهم كده، إن هما مثلا هيدخل اوكي، هل ده، بص اقول لك على حاجة، هل ده جايب معايا نتيجة؟ ده السؤال. هو في رسائل جت اوريدي وتم شراء الخدمة، بس أنا على أساس إن أنا أترجت اللغة نفسها. على اساس ان انا اترجت اللغه نفسها. يعني مثلا في الفيسبوك إن أنا بختار في اللغة إنجليش واختار إسباني، مع إن تمام. أنا مش كاتبة إسباني، أنا كاتبة إنجليش. بصي، انا يعني انت كده محتاجه تعملي تيست وتشوفي الامور بالنسبه لك ماشيه ازاي، لان كده انا حاسس. هو جاب 2 عملاء. ما هو جايب 2 عملاء، دي يعني 2 عملاء. هو 2 عملاء، هل الأصل المفروض في الموضوع 2 عملاء، ولا الموضوع ممكن يجيب أكتر بس هو جاب 2 عملاء؟ والله هو في 2 دخلوا بيسألوا اسباني، وفي 6 داخلين انجليش، فهو طيب، كإعلان. هل ده الطبيعي؟ يعني لازم أنا أقارن بقى، أبتدي أقارن باللي فات، هل ده الطبيعي وده اللي المفروض بيحصل، ولا مش ده الطبيعي؟ لا، ده هو الحملة دي معدية، ده هو كده كويس جدا. الحملة اللي فاتت ما كانش فيها يعني طيب غير 3 3. طيب خلاص اوكي، يبقى انا المفروض بشتغل بقى خلاص، ما دام انا محقق نتائج خلاص اكمل على هذا الاساس. يعني ما دام انا محقق نتائج خلاص اوكي، يعني واي نوت ان انا اكمل يعني. طيب نفس الوضع استخدمه على البيزنس بروفايل. نفس الوضع اكمله على البيزنس بروفايل، اعمل تيست بقى في بيزنس بروفايل واشوف هيجيب نفس النتيجة ولا لا، ولا في حاجة تانية مختلفة هتحصل. يعني لازم انا اشوف بقى الفرق وابتدي تيست هنا وهنا. بصي هقول لك على حاجه، ودي حاجه مهمه يعني. الموضوع دايما دايما لازم الاقي فيه تيست، يعني لازم انا اجرب حاجه واثنين وثلاثه عشان اشوف هل انا شغال صح ولا غلط، هل انا في نتيجه احسن من النتيجه اللي انا فيها ولا لا، مع ان انا احافظ على قد ما اقدر على النتيجه اللي انا فيها، هل هي نتيجه مرضيه ولا وما ينفعش ان انا انزل عنها. يعني لو انا بحقق مثلا بيع او حجوزات 5 حجوزات في الشهر، احاول اجرب الطرق اللي تخليني 7، بعد كده احاول اجرب الطرق اللي تخليني 10، وهكذا. ما اعتمدش بس على ان خلاص انا بالنسبه لي كده محقق نجاح. طب ما ممكن يكون ده انا شايفه نجاح لان انا محقق حاجه، وده مش وده الطبيعي يعني، مش ده اللي المفروض يحصل، لا ده في حاجه احسن من كده. تمام. التارجت تبع ايه في الشهر ده؟ هو تارجت عنده كل يوم، سواء من جوجل من فيسبوك من اي مكان، المهم كل يوم عنده كولز.
طيب اتس اوكي ماشي خلاص، يبقى نكمل على هذا الاساس. ما دام انا بحقق نجاح خلاص اكمل، ما دام انا بلعب في حته وبحقق فيها نجاح اكمل على هذا الاساس. ما طب هو الرسائل كانت بتتحسب معايا في الأول كانت 30 دولار، وصلت الرسالة، فمع 30 الحملة دولار اللي كانت 30 دولار 30 دولار المسج. بعد كده بقت تنزل، وصلت كتير قوي. هي الحملة اللي فاتت كانت بالشكل ده، بس هي الحملة دي ابتدت تنزل، وصلت ل 13 النهاردة. بس هو هو ده مش يعني بيعتمد على هو ده مش بيعتمد على الاندستري نفسه وعلى المنافسة. هو عاي بس برضه 30 دولار ده جديد كتير يعني، ده مش ريال استيت يعني، وريال استيت 30 دولار برضه رقم، 30 دولار كتير. اصل في الاخر ده سباك، هي كام يعني الكوست بير اكوزيشن عالي قوي يعني. انا برضه ما دخلتش في الاندستري قوي وما شفتش طبعا المتس، ممكن يكون انا بقوله ده مش صح عشان بس نبقى احنا فير. بس هو الجملة اللي فاتت كانت جايبة برضو سعر الرسالة نفس السعر. طب هو بالنسبة له بيلم إيراداته يعني، هو بالنسبة له كده يعني ساتسفايد، بيلم إيراداته والدنيا تمام ولا إيه؟ ولا بيخسر ولا بيعمل إيه؟ لأن لا 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 هو لازم، بالنسبة له ما دمت في كولز وفي ناس بتطلب هو مش الخدمة بالكولز، ما أنا مش بتاع كول ما سنتر بيجيبوش يعني، بالظبط الناس بتاعتنا. أنا مش بتاع كول سنتر، مش بعدد الكولز. أنا جالي كولز كتير فالدنيا تمام. لا خلاص، يبقى أنا أشتغل له بقى، يبقى أنا أشتغل له بقى انجيجمنت بقى، وابتدي أعمل يعني كامبينز بقى وانجيجمنت أكيد، لأن هو عامل على الريفايب عامل خصم 300 دولار، وعلى وعلى السيور لاين عامل 100 دولار على 300 دولار. أنت متأكدة في من المجال سباكة؟ يعني متأكدة؟ تمام. لا سباكة في تكساس. اوكي، لا بص كده كده الموضوع اختلف تمام في تكساس. اوكي ماشي كده تمام، كده انا الامور بدات توزن، انا برضه عمال اقول تمام اوكي ماشي. لا خلاص ماشي، لا 30 دولار مع انه لا كتير يعني، مع انه برضه كتير تمام، عشان بس نبقى فين احنا في كندا، ما لا بنصرفش في كندا، ما بنصرفش الرقم ده، مع ان كندا اعلى من في اعلى هو من اللي مش بيجيب مش هيعمل 300 دولار خصم او 100 او 150، بعدين انا يعني كميديا باير برضه في حاجه اقل تانيه، عنده في 28 ما دولار هو انا في حاجه تانيه برضه، انا كميديا باير لازم أنا اكون فاهم، لازم أنا اكون فاهم برضه الاكوزيشنز ايه، الدنيا فيها ايه، هل انا بحقق اكوزيشنز ولا لا. يعني انا كواحد ميديا باير بشغل اعلانات، ما انا مش قاعد، مش بتاع ميه، افتح الحنفيه في الحنفيه، لازم أنا لا لا المعلومات دي مش بيرضى يديها لحد ومش بيدهاني، لأن هو بيقول لي إن هو كل خدمة مختلفة عن التانية وكل اوكي سعر ماشي مختلف عن ماشي تمام، التاني. كل كده تمام اوكي، ده كلام جميل، كل كده مختلف عن الثانيه والكلام ده زي الفل حلو قوي. هل احنا بقى بنقعد اديني برسنتج؟ يعني ايه برسنتج؟ يعني انا دلوقتي حققت التارجت بنسبه كام؟ تمام، بنسبه 5% 10% 100% مليون في المية. فانا لازم اكون انا عارف انا بحقق ارقام ولا لا، مش شغال راننج انا وخلاص يعني. دي وجهه نظري، ممكن يعني برضو يعني بتبقى في فيها ايديتس او على حسب الديلز وطبعا معايير كتير. لكن الافضل حتى للهيستوري بتاعتك يعني، للهيستوري بتاعت الشغل نفسها يعني. لازم انا عشان الهيستوري الشغل ابقى انا عارف انا بحقق ارقام وبحققش ارقام، لان انا بعد كده هبقى محتاج الاتشيفمنت ده، انا هحتاج الاتشيفمنت ده، انا حققت اتشيفمنت قد ايه وامتى وازاي والامور دي كلها يعني. انا لازم اكون عارف الامور دي، انا محقق اتشيفمنت ولا لا، ولو انا محقق اتشيفمنت قد ايه يعني. بص دايما دايما احنا بنتكلم في حته في حته ان انا لازم اعمل دوكمنت للشغل بتاعي يعني، ما ينفعش انا ابقى شغال وما بعملش دوكمنت للشغل بتاعي. فانا محتاج دايما دايما اكون بعمل دوكمنتيشن للشغل بتاعي، ما بعملش دوكمنتيشن فانا حاسس ان انا يعني بنفخ في الهواء يعني، نفخت بقى نفخه كبيره طيرت الدنيا، بس في الاخر هي نفخه وطارت، بعد كده بقى ادور عليها. فلازم يبقى في دوكمنت. الكلام ده بشكل عام بقى، مش بقولك ليك انت او لا، كل الناس اللي حاضره معانا لازم اي حد بيعمل حاجه لازم يعمل لها دوكيومنتيشن، وات ايفر بقى، انا شغال حتى بتاع بطاطا لازم ابقى انا بعمل دوكمنت للحاجه اللي انا بعملها، علشان بعد كده الاتشيفمنت ده انا هدور عليه.
ادور عليه واقعد اقول انا كنت بعمل ايه وما بعملش ايه وهكذا. ممكن يجي لي ديل في لقطه، الديل ده يبقى محتاج الدوكمنت، الدوكمنت اللي انت بتشتغليه او الريزلت. انا كنت بشتغل في امريكا زي ما انت مثلا لسه بتقولي احنا بنشتغل في، طب ماشي حلو شاطره جميله، فين بقى الريزلت اللي انت عملتيها في امريكا ده؟ ما اعرفش. اتس اوكي، انا كواحد صاحب بيزنس انا اصدق ليه، وان انا بالنسبه لي كده الدنيا تمام. ما هو شكله بيخاف من الحسد. ده بيزنس، ما فيش بقى حاجه اسمها كده يعني. اتس اوكي ده تمام، الحسد لا موجود والله كل ده ده. طلبت منه كذا اكثر من معلومه، فهو اللي بيتعامل معايا يعني بص حاجه تحت الاونر كده، فهو كان موافق، بس هو البوست بتاعه زاك ده كان رافض يطلع اي معلومات، وكان مجرد ان هو يجي كان هيتكلم معايا في اسعار والكلام ده، فمرضيش بالكلام ده خالص. على طول ان هو بص يعمل هقول لك ايه برضه على حاجه، بعيد من الرباط. ما خلينا نقول ان خلينا نقول ان الموضوع بيعتمد برضه على الديل. يعني احنا يعني احنا متفقين على ايه؟ تمام، يعني احنا اتفقنا على ايه، وبناء على ده بنبروسيد بقى ايا كان بقى الديل ده، ميديا باينج بقى، اس اي او بتاع، على حسب احنا الديل على ايه، بمعنى ده بنشتغل. يعني هو لما كان كولز انا ما كنتش بعرف الكلام ده، بس هو اللي مخليني اعرف البيانات دي حاليا والحملة اللي فاتت انها انا مخليها رسائل، وكان في فورم زي ما حضرتك قلت لي قبل كده، فكنت عاملة فورم كنت الرسائل فهي واضحة عندي. طب احنا ممكن نعمل حاجه تانية، ممكن يعني برضو يبقى الموضوع ماشي بطريقه تانية، ان يبقى فيه ليد فورم، والليد فورم زي ما احنا كنا لسه شارحينها من شويه، يكون فيها المعايير اللي تقول لي هل هي في كواليتي ولا لا، وبناء على ده ابتدي ان انا احدد الاكوزيشنز بتاعتي، واحدد الكوست بير ريزلت، واحدد ال واحدد كمان ال الريزلتس بتاعتي، وبناء واشوف السيرفيس البادجت بتاعتها كام، او هي المفروض بتحقق كام كنتائج، وبناء على ده ابتدي اعمل الكريت بتاعتي، وخلاص زي الفل كده انا جمعت المعلومات اللي انا عايزها. الاونر بقى كسب كام ما كسبش كام، اوكي مش مشكله. لا انا مش عايزه اعرف هو كسب كام يعني ولا كده، انا بس عايزه اعرف نسبه المبيعات لنسبه اللي اتصرف على الحمله. حلو، انا بقى بالنسبه لي بحددها بقى زي ما احنا قلنا، خلاص انت بتحددي التوتال اماونت بتاعتك، ومع التوتال اماونت الكوست بير اكوزيشنز على حسب عدد الليدز اللي جت والفورم اللي اتملت، وبعد كده بعد الاكوزيشنز بالنسبه لي بقى خلاص انا الاكوزيشن دي مدياني ان هي كواليفايد، خلاص انا صرفت $30 بير ليد او حاجه، وبناء على ده انا صرفت مثلا $2000، فخلاص ال $2000 دول بالنسبة لي خلاص انا حققت كده المين تارجت بتاعي، خلاص اتس اوكي. بس طيب هو انا فكرت الفكره ان انا اعرف العميل طلب منه خدمه ايه، وانا اوريدي عندي الاسعار بتاعه الخدمه كلها وعندي الخصم، يعني عندي مثلا السيور لاين بيكلف ايه، الدرينك فين بيكلف ايه، وعندي الخصم بتاعه، فاحسبها كده ولا هو على حسب البروبلم اللي هو بيشتكي منها بتبقى في الاسعار. انا فكرت ان انا اعملها كده بس البروبلم مختلفة، يعني عند حضرتك انسداد خفيف مثلا في حوض المطبخ، لا ده في واحد هنا انسداد في المواسير كلها في الصرف نفسه، فهنا غير هنا، بس هو لما بيطلب في درين سكين كله بيتكلم على انها مثلا انسداد في الصرف، بس هنا ده غير ده، فهمت ازاي؟ بس فهو هي دي المشكلة، يعني أنا ممكن أحسبها بالشكل ده بس انت صعب. احسبيها على كده، على لو انا عندي مشكله محتاجه احسبها، فانا بحسبها على حسب الكواليفايد ليد، وانا مثلا جبت 70 ليد، فيهم حوالي مثلا 50 ليد هم كواليفايد، فانا بالنسبه لي بقسم التوتال اماونت، واحسب الكوست بير اكوزيشن، واعمل برسنتج بعدد الليدز اللي نجحت، وخلاص اتس اوكي انا كده زي الفل جدا.
طب دي لو اخدت النتائج باخدها سكرينات ولا عادي لو هو عملتها في لا شيت خديها سكرينز طبعا. بالباوربوينت؟ لا لا خديها سكرينز، خديها سكرين هيبقى افضل يعني، كتبتيها وعملت لها كالكوليتر برضو تمام، بس ايه طبعا السكرينز بتبقى افضل يعني. على الاقل السكرينز بعد كده ممكن تجمعهم كلهم في فولدر وتديهم للديزاينر يعملهم لك في دوكيومنتيشن فايل وخلاص، رايح دماغك بقى من الهاسل ده. لا هو انا بعملهم على جريد، او بعمل على كانفا مثلا لا على جريد، بعمله يعني، على على كانفا برضو جريد ممكن. وبعد كده على جريد برفعه على جريد جاهز. تمام يعني ايا كان بقى مش بتبقى فرق. اوكي تمام، شكرا لحضرتك. العفو. اوكي تمام، في اي اسئلة تاني؟ حد عنده اي سؤال قبل ما نقفل؟ ممكن معلش سؤال أخير؟ اه اتفضل. هو بس أنا ما اشتغلتش جوجل آدس قبل كده أو حاجة في اللاندنج بيجز يعني. أنا أسأل برضو في نفس التوبيك اللي احنا بنتكلم فيه. بالنسبة للاندنج بيج، أقدر أعمل حساب البحث بتاعي في كلمات معينة أحطها برضو أعملها في الاعتبار في اللاندنج بيج، بحيث تقدر تظهر لو حد بيعمل سيرش على تويز أو حاجة زي كده خاصة بمجالي؟ تقدر. بص هقول لك حاجه، دلوقتي السيرش انجن بقت تظهر اي حاجه وكل حاجه، يعني لو انا كاتب ارتكل على لينكد ان في النيوزليتر يطلع في السيرش انجن عادي، السوشيال ميديا بتطلع في السيرش انجن عادي، الاجزاء الويب سايت والبلوجز والكلام ده برضه بتطلع في اللاندنج، فاي حاجه انا بعملها وارد جدا لو هي شغاله بشكل كويس وماتشنج مع الالجوريزم او ماتشنج مع المعايير بتاعه الاي سي او، فاتس اوكي بتطلع عادي جدا. طب هل هشتغلها ازاي في اللاندنج بيج؟ اه احنا في كده كده كاي سي او بنعتمد على 4 اجزاء اساسيه واربع عواميد اساسيه في الاي سي او، هم كانوا المفروض 3، يعني هو المفروض كاي سي او كان عندنا المفروض 3 اللي هم كان الاون بيج تمام والاوف بيج، والمفروض كان التكنيكال تمام، دول تمام. الثلاث معايير. دلوقتي بقى بلس او في معيار هنا دخل معايا طلع معيار ثالث هو الكيوردز. كيوردز كنا بنعتمد على ايه جوه الهوم بيج، بس خلاص هي بقت معيار مختلف وليها قصص وليها يعني شغل كتير. طب انا دلوقتي اعتمد على ايه؟ اعتمد على جزء التك، ان انا بالنسبه لي الويب سايت اللاندنج بيج تبقى سريعه، ودي من طبيعه اللاندنج بيج اصلا، واحنا احيانا بنشتغل اللاندنج بيج بعيدا عن الموقع عشان تبقى سريعه. والجزء بتاع الاوف بيج بشتغله حاجه اسمها جيست بوست، اللي هو انا بربط الويب سايت بتاعي من خلال ويب سايتس مختلفه عن طريق لينكس، واقدر ان انا من خلال اللينكس دي ايه اشتغل كجيست بوست او حاجه، واقدر اربط ال اقدر اربط اللاندنج بيج ببعضها. جزء الكيوردز طبعا برضو نفس القصه، ببتدي اشتغل كيوردز واطلع الكيوردز بالنسبه لي على حسب السيرش نفسه، واقدر ان انا اظهر في صفحه السيرش. والاون بيج طبعا زي ما احنا كنا لسه بنقول المعايير دي، فاقدر ان انا اشتغلها. فاه لا اقدر اشتغل على اللاندنج بيج كاي سي او بشكل كويس، وهيبقى اسهل، وهيعتمد بقى ان انا برانك على كلمه واحده، يعني لان دي برضو الويب سايت بيديني فاريتي، ان انا مثلا عندي 10 صفح كل منهم مثلا صفحتين انا متارجت منهم نيتش او جزء معين من النيتش، فاقدر ان انا العب على اكتر من وتر علشان الوتر منهم او الكيورد منهم اللي اتسمع معايا فترانك فترفع لي الويب سايت، على عكس اللاندنج بيج هما صفحتين صفحه وهكذا، فبالنسبه لي اللاندنج بيج تبقى بسيطه، فبقدر ان انا بقى العب فيها بشكل، يعني بتبقى محتاجه مجهود اكتر على قد ان هي صفحتين ثلاثه او صفحه، الموضوع بيبقى سهل يعني، ممكن اشوفك عدد صفحات سهل، بس هو بيبقى محتاج تركيز كويس جدا لان انت بتبقى تمام. ليميت، يعني بتبقى حاجه بسيطه يعني. فبس طب ده معلش. اتفضل معلش لا لا انا اتفضل قطعت حضرتك. لا انا لا بس اتفضل. اتكلم، هو ده هيبقى كاورجانيك ريتش ولا بيد؟ اورجانيك، اي حاجه اس اي او هي اورجانيك ما عدا التولز، يعني اي حاجه انا بشتغلها في الاي سي او هي اورجانيك عادي، انا بقيدت على كلمات وبقيدت على الصفحه وكل حاجه بالنسبه لي اورجانيك. طب ما عدا طبعا لو انا هشتري او هدفع فلوس مثلا لليوم السابع عشان انا اللاندنج بيج بتاعتي ببيع كاوتشات او كاوتشات مثلا رياضيه،
وهو كاتب خبر في الرياضه، فاخد حط اللينكد ان عندك ممكن ياخد مني فلوس. ده في حته اللاندنج بيج، وده حاله من الحالات. سوري، في اللينك ان انا اربط ويب سايت بتاعي بويب سايت تاني، حاله من الحالات. غير كده التولز بقى، ان انا بعمل اشتراك في موز، بعمل اشتراك في سيم راش، بعمل اشتراك في حته، ده بس اللي بدفع فيه فلوس. يعني ارجو ان انا ما اكونش كركبت الدنيا. لا لا بس انا معلش انا اسف والله، انا كنت بس عشان انا عايز يعني، انا مثلا البيج بتاعتي في السيرش على جوجل بتظهر في الاول السيرش، يعني انا اول ما تسيرش على البيج بتاعتي بتاعت الفيسبوك بتكتب بس اسم يعني اسم البيج بتظهر في اول اختيار. خد بالك فكنت عشان مش عايز دايما، اخلي اللاندنج نفس الموضوع خد يعني، بالك انت عشان بس ما كنت هعمل حاجه اوضح حاجه، خد بالك عشان مش دايما بيبقى فعلا هو اللي حضرتك، يعني اللي حضرتك بتقوله ده صح. لان احيانا من كتر ما انت بتبقى بتسيرش على من كتر ما انت بتسيرش على الحاجه هو بيظهرها لك، فاعمل تيست بشكل عشان الكوكيز اصلا والهيستوري بقى يعني. فخلي بالك لانه مش دايما صح. يعني في تول اسمها اس اي او سيرش سيميليتر، دي من التولز اللي ممكن تعمل بيها تيست. يعني ممكن تمام. اوريها لك زي كده، تمام. دي في منها ويب سايت، في منها اكستنشن زي كده، بتكتب هنا الحاجة نفسها وتحط الويب سايت، وهتشوف انت في النتيجة الكام. يعني مثلا لو احنا قلنا مثلا هنكون ماركتينج منتور، ونشوف احنا مثلا الويب سايت بتاعنا ماركتينج دوت انفو زي كده. انا هنجيب دي انجلش، فين انجلش، فين اي انجلش، وفي مصر، واعمل سيرش وقول لي انا في الصفحه الكام. هيقول لي انا تحديدا المفروض في الصفحه الكام، انا دي مصر، انا في الريزلت، او انا في النتيجه 27، تمام. يعني يعتبر تقريبا في الصفحه الثالثه، تمام. فهمت قصدي حضرتك. فهنا انا بالنسبه لي انا بعمل سيرش اصلا على الويب سايت بتاعي كتير، بكتب ممكن، بس هنا ده هيجيب لي النتيجه الحقيقيه فعليا اللي انا فيها. هل انا تمام وانا مظبوط في على اللينك ده او اليو ار ال ده، انا بظهر بأني كلمه بقى، ماركتنج منتور، ماركتنج منتور كوميونيتي، ماركتنج منتور كارير، انا بظهر في ايه؟ فانا بيجيب لي الحقيقه بقى دايركت على طول، عشان بس ما بقاش انا واهم نفسي ان انا انا وهمت نفسي فعلا، لا وهمت عادي. فعلا يعني انت حوار السيرش. ممكن تكون انت صح عادي، يعني ممكن تكون انت صح، انا ما اعرفش، انا بقول لك الواي الصح، وانت اعمل تيست شوف ممكن تكون تمام صح، يعني ممكن تكون فهمت انت قصدي حضرتك. تمام. اصل انا لقيت في ناس كمان الستوري بتاعت الانستجرام بتظهر على جوجل، يعني انا لو بص، بعمل هي سيرش عليه كل حاجه هتظهر، وكمان مع ظهور الاي اي سيرش الموضوع بقى جامد بصراحه. يعني الموضوع بقى يعني للناس بس هو شكل الموضوع كبير جدا، يعني عايز تعلم اكتر في الموضوع ده، فانا يعني لسه ما دخلتش فيه كويس، لان انا برضو عايز يعني ما اعتمدش على الفيسبوك بلاتفورم بس، يبقى في كذا كذا حاجة برضو اقدر اعتمد عليها. عشان هو كده فعلا الموضوع رايح في حتت كويسه للناس اللي بتجري. يعني الناس اللي بتجري هتلاقي الموضوع فيه تول اسمها سيرش، اسمها سيرش جنريتور، المفروض اكسبريس. اكسبيرينس المفروض، بص كده، دي تبع جوجل. انت شايف ال 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 شايف ال شايف الشاشه صح؟ بالنسبه راشد لي يفهم. تمام. فممكن من خلاله انت بتعمل سيرش، و ده تبع الاي اي، تمام. ده سيرش بس تبع الاي اي بجوجل يعني. وبقى يعتمد على حاجه اسمها اس اكس اس اكس او في السيرش، عشان هل بعد كده هل النتائج اللي تظهر هو الاي اي اللي عملها سجست، ولا على حسب السيرش انجن او اليوزر نفسه هو اللي يظهر. فانت هيبقى عندك تو اوبشن، انت محتاج تسيرش على وتطلع لك نتائج بتاعت الناس، ولا انت محتاج تسيرش والريزلتس اللي تطلع تبقى هي تابعه للسيرش انجن نفسها، تمام.
فدي من الحاجات اللي محتاجه فولو اب. يعني الفتره دي احنا لما بنتابع الابديتس مركزين قوي في الحته دي، لان هي حته مهمه يعني. ايوه فهمت صح. هو بس انا سمعت سؤال غريب، يعني حد كان بيتكلم بيقول لما تشتغل لاندنج بيج وورد بريس تقدر تاخد من عليها الداتا بعد كده اللي انت يعني الناس، فانا ما فهمتش معنى الداتا او تنقل او انت العملاء بريس اللي تاخد دخلوا ايه لما ايه تاخد وورد بريس؟ الداتا. يعني انت يعني لو اشتغلت ويكاند واشتغلت وورد بريس، الفرق بينهم لو انت عايز تنقل الداتا من على ويب سايت تاني او تاخد الداتا تشتغل بيها، ما فهمتش يعني ايه تشتغل بيها، يعني بص، هو الداتا هنا تقلك. في يعني بناء على الكلام على اللي انا فهمته، ممكن يكون قصده حاجه تانية او في، انا اقول لك رحلتي اللي انا فهمته. في هنا نوعين من الداتا، اما باخد الداتا از بيكسل، ان انا رابط السوشيال ميديا بتاعتي والادز بويب سايت معين، فانا البيكسل محمل بداتا. يعني ايه محمل بداتا؟ يعني لما باجي اشتغل ادز او اشتغل كده، فهو البيكسل عارف ان نوعيه العملاء دي هي اللي بتيجي من السوشيال ميديا دي للويب سايت ده، فده محمل بداتا. فده على ووردبريس هو ويب سايت بتاعك، فاوريدي انت ضامن ان الداتا نفسها هي بتاعتك والبيكسل بتاعك، فانت ضامن ان الحاجه بتاعتك. على عكس يو كان او شوبيفاي او الكلام ده كله، انت الويب سايت في الاول وفي الاخر مش بتاعك. تمام؟ دي نقطه. تمام؟ النقطه الثانيه ان انت لو لاندنج بيج فورم او كده، فانت اوريدي بتاخد الداتا والايميلات والارقام والكلام ده كله، ومعاك طبعا الكوكيز والحاجات دي كلها. طبعا في كان وكده، اكيد انت برضو ممكن تعمل داونلود للداتا. يعني دي وجهة نظري، النوعين بتوع الداتا، اللي هو النوع اللي هو الخاص بالبكسل والاجزاء الخاصه بالبكسل والامور دي، ده نوع. وانت كده كده البكسل بتاعك، فطبعا طبيعي لما تبقى وورد بريس الويب سايت بتاعك، فانت محمل الداتا بتاعتك. داتا وعلى حسب وعلى حسب بقى ايه هو قصده بقى ايه برضو تاني. يعني هو ممكن تقريبا القصد ده هو اللي حضرتك شرحته ده مظبوط، هو تقريبا ده هو اللي كان، بس انا ما كنتش فاهمه قوي، بس هي الاثنين اعتبر كده واحد يعني. بس هو طبعا يعني في الاول وفي الاخر هو وورد بريس. يعني نتفق او نختلف او الناس تتفق او تختلف، هو وورد بريس عامل حاجات تقيله، وناس كتير تقيله مستخدماه، وهكذا يعني. فويب سايتس كتير تقيله، ووفر حاجات كتير، ورحمنا من صداع بتوع البرمجه، ويعني كده يعني. ايوه فهمت قصدك. معلش سؤال اخير بس، هو لو انا حابب يبقى في استشاره من حضرتك او كده، وانا عارف لو انت حاجه خارج ده لا لا في عادي، البيزنس بتاعي. ممكن ابعت لحضرتك الرقم او على الويب سايت او السوشيال ميديا، او اي حد من التيم هيرد معاك ويفضل معاك اوكي ويبسط معاك كل حاجه. هي ممكن ابعت لك برضه الرقم دايركت عشان ما تطوش فيه. تمام تمام. تمام أشكرك جدا بس العفو، وشكرا جدا على المعلومات الكتيرة المفيدة جدا دي. ربنا يحفظك. تسلم، شكرا جدا لزوجك. شكرا. أوكي تمام. حد عنده أي سؤال تاني قبل ما ننهي النهاردة؟ أوكي تمام. بإذن الله أشوفكم على خير المرات الجاية والميت أب. إحنا بنتقابل كل يوم جمعة الساعة 9، وأشوفكم على خير المرة الجاية بإذن الله، وتصبحوا على خير.